فضفضة مع الدكتور هاني الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الأسبوعي فضفضة. حياكم الله كل يوم سبت من الساعة 10 مساء حتى منتصف الليل. برنامجنا يا حبايبي زي ما أنتم عارفين تتصلوا علينا نسمع منكم ونصل إلى نقاط التقاء بإذن الله. عندكم ساعتين تقدر تتصلوا بينا على الرقم التالي 012-6161-100. أعيد الرقم مرة تانية 012-6161-100 وما شاء الله معنا اتصال. أهلا وسهلا بيك أنت على الهواء، تفضل. ألو. مرحبا، تفضل تفضلي. أهلا يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا بيك، اسمك إيش؟ مي. مي قد إيه عمرك يا مي؟ 26. أهلا بنت، تفضلي. دكتور أنا عندي مشكلة بسيطة. مشكلة مشكلة ولا موضوع؟ لا هي مشكلة صراحة. يا ساتر، هاتي. مشكلتي إني قلقة بزيادة، يعني أفكر باللي حولي أكثر ما أفكر بنفسي. يعني لما أحس إن أحد عنده مشكلة وما أقدر أحلها أقعد أفكر فيها طول الوقت. تمام. وأضايق عشان هذا الشخص أو يعني كذا. والأشخاص هذول يكونوا مثلا صديقات ولا من الأهل ولا حتى لو شفت مثلا حتى لو شفت قصة مثلا أصدقاء أصدقاء أديني مثال يا بنتي، زي إيش مثلا؟ يعني مثلا صاحبتي عندها مشكلة في الدوام. تمام. وهي مرة مأزمتها. والمشكلة حقتها إيش هي مثلا؟ يعني مثلا مديرها مأذيها شيء زي كذا. تمام. فهذا الموضوع حس انه هي مضايقها ويقلقني انا معاها. وهذول على كافة صديقاتك بهذه الطريقة؟ لا يعني ناس معينين. اي يعني هم اثنين تقريبا ترى. طيب اقطع علاقتكم فيهم وريحي بقى. طيب ما ادري يا بنتي، طالما طالما جايبين لك القلق الواحد يلا يشيل همومه عشان يشيل هموم الناس. صح، ما اتحد بس ما اقدر صعبة. طيب عموما في حاجة اسمها التعاطف مش العطف، التعاطف. وبالتالي كلنا نتعاطف مع بعض الأشخاص، يعني لما نشوف حتى لما نشوف قطوة في الشارع كده نتعاطف معها، فهذا شعور إنساني جميل. لكن لا أن يتحول هذا الشعور إلى أني أنا أشيل هموم الآخرين اعتناقا. يعني أنا أشيل همك لما مثلا تسأليني اليوم الآن أنت بتكلميني، والله أنا أشيل همك أقول الله إن شاء الله أني أقول لك كلمتين تفيد هوا وإلى آخره. لكن اني والله بعد ما خلص الحلقه وانا اقعد افكر في مي، يا الله والله مسكينه مي هذه اللي تشيل هم صاحباتها، لا اكيد لا، لانه الامر ما يستحق لا عقليا ولا قلبيا. نتعاطف مع الاخرين يا بنتي لا باس، جميل، شعور انساني راقي جدا منك، وهذا امر على فكره مطلوب يعني، ولكن مطلوب بمعيار، لازم يكون له معايره. فاذا انت فاضية للدرجة هذه، ما عندك مشاكل، ما عندك قضايا، ما عندك والله. كلنا يا بنتي عارف كلنا عندنا، فأقوم أشيل هم الناس. أنا المي اليوم بنتنا متصلع، طب أنا إيش أسوي في صدري هذا اللي حنون، وإيش أسوي في عقلي هذا اللي خليني أفكر. هذه هي الإشكالية. لذلك إحنا دائما نتعاطف مع الآخر لكن نعاير الأمر، نتعاطف معه نعم، نصبره نسانده نوقف جنبه. فإذا كان الأمر بالنسبة لك ربما أنت معطية مسمى خطأ، بمعنى أنك أنت تتعاطفي زي ما أنا قلت لك، أنك والله تشيري عليها توقفي جنبها تسانديها، هذا سلوك إنساني طبيعي.
فهذا لا يعني انك انت شايلة هم الاخرين زي ما انت دخلت علينا بالعنوان الخاص بمشكلتك، وهي ليست مشكلة انما موضوع. انا احب اسمع دائما كلمة موضوع وليس مشكلة. الدكتور بس معلش مقطع كلامك بس يعني هو ما يعتبر قلق يعني احس حتى ترى يعني مثلا اي مشكلة تصير بس يعني شخصين مقربين مني ترى بس اثنين لما يكون عندهم مشكلة صدق احس انه احتاج اتناقش معاهم فيها بس هم يبون يتناقشون فيها. طيب شوفي اقول لك حاجة يا بنتي، في شخصيات موجودة في الدنيا من البشر تحب انها تكون معطاءة، تحب انها تشارك تساند. انا منهم على فكرة، انا من الناس اللي احب اساند البشر، احب اساند الانسان، فطرة كده موجودة فيني من ضمن بنائي ومكوني النفسي والانساني انه انا احب. في ناس يقول لك لا يا عمي وش دخلي انا، ان حرقوا الناس كلهم جعلهم ما رجعوا، انا همني نفسي، انا همني اللي عندي. لا هذولي على قولتهم سالمين ولا هذولي سالمين. فالإنسان يوازن الأمور. أنا بالنسبة لي بتجيني الحالات، بتجيني عشرات من الحالات كل يوم، أنا ما أتعاطف معها أثناء حديثي مع الشخص زي ما أنا أتعاطف معك الآن وأتعاطف مع أي شخص، أتعاطف وليس عطف عشان بس نفرق بين الاثنين. إذن بالتالي أنا أثناء الحديث أكيد أني حكون قلبا وقالبا مع هذه مع هذا الكيس ومع هذا الإنسان. إذا أنت بما أنا شرحت الآن فلا ضير، بالعكس شيء جميل، هذا سلوك إنساني راقي. لكن إذا زاد الأمر وأنا قاعدة في الحالي وقاعدة أفكر في صاحبتي هذه اللي مديرها وأفضل أحسبن على هالمدير وأبدأ أكره ذا المدير وأبدأ أدعي على هالمدير، طب إحنا ما نعرف وش النقاش اللي تم بينهم. ربما تكون صاحبتك هي المتسببة في رد الفعل من قبل هذا المدير يلي أنت بالنسبة لوجهة نظرها إنه هو بيأذيها، بينما لو سمعت من الطرفين تكتشفي زي اللي قال واحد عينه مفقوعة والثاني عينينه مفقوعة. فإحنا لابد إنه نعرف دائما نسمع من كافة الأطراف. أنت لا تستطيع أنك أنت تتدخلي بأنك تسمع من الطرف الآخر كمدير أو كشخص زميل عمل. نعم، إذن خذي ما صفى واتركي ما تعكر، صبريها قولي لها كلمتين حلوات لا بس، لكن لا أن نعتنق الأمر زي ما قلت لك من خلال صدورنا هذه اللي فيها العطاء وفيها المحبة وفيها الاهتمام بالآخر. لأنه من بكرة يا بنتي إذا أنت كنت ذلك الشخص يلي يتعاطف مع سين وعين وصاد من الناس حتبدأ لا إراديا تتراكم عليك كثير من الملفات الضاغطة، وهذا أمر على فكرة. صراحة دكتور ترى من هذه المشكلة جاني ضغط يعني معي ضغط وأنا هذا عمري. لا إن شاء الله يا بنتي ما يكون. أنت تأخذ ضغط عليه حبوب تأخذي؟ أي حبوب؟ أي والله المستعان. طيب عموما عشان كمان هذه الكلمة اللي قلتيها ترى لا نربط يا بنتي شيء بشيء. أنا عادي أنا 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 أزعل موضوع. أزعل من كلمة والله واحد جاب لي السكر واحد جاب لي الضغط. ترى ما دقيقة لا لا ما أتكلم عنك أنت يمي، أنا ما أتكلم عنك أنت، أتكلم بالعموم عشان الكلام للجميع للملايين اللي يسمعونا. واحد جاب لي سكر واحد جاب لي ضغط، ترى ما في أحد يجيب للثاني سكر ولا يجيب لحد الثاني ضغط. أكيد هو اللي يضغط نفس الشخص أو إنها أمور جسمية معينة أو جينات معينة أو إنسان قابل إنه يكون عنده أمراض معينة وبالتالي نسقط على الآخر. فبالتالي ننتبه من هذه الزاوية يا بنتي، حافظي على قوة عطائك. جميل أنك أنت تتعاطي مع الآخرين، تتعاطفي معهم، تكون لك دور معهم، ولكن لا أن ينسحب هذا الأمر إلى أني أنسى إدارة مواقفي الحياتية الخاصة فيني أنا وأبدأ أتحول إلى أني أكون ذلك الشخص. يعني أقول لك على كلمة وهذا الأمر لك ولكل من يسمعنا، ترى ليس كل من يستطيع أنه يتحمل أنه يسمع قضايا الناس. ليس كل من يستطيع أنه يتحمل أنه يسمع قضايا الناس، حتى المتخصصين، حتى الناس اللي يكون عندهم يفتحوا الباب للاستماع للآخر. ترى الأمر متعب، الأمر مضني مش متعب بس، إلا إذا كان هناك احترافية في حاجة اسمها الخروج من الحالة. الخروج من الحالة بمعنى أنا أتعامل معاك الآن، أنا بعد ما تنهي المكالمة خرجت من الحالة أروح إلى شخص آخر، انتهيت من كل الأشخاص، أنا عدت إلى هاني الطبيعي اللي يتفكر في إدارة مواقفه الحياتية. واضح يا بنتي؟ واضح. جواك الله، الله يديك العافية والصحة إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب معنا اتصال كمان، أهلا وسهلا، أنت على الهواء، تفضل أنت على الهواء. الله يسلمك، تفضل أنت على الهواء معنا. طيب يبدو أنه فصل، ما زال موجود اتصال بعده. أوكي أهلا وسهلا بيك، أنت على الهواء تفضل. مرحبا، تفضل أنت على الهواء. بيشربوا قهوة كلهم أكيد. لا بس. طيب يا حبايبي،
هناخد فاصل سريع. قبل ما نروح للفاصل أذكركم برقم الاتصال يلي هو فقط أثناء الساعتين يلي أنا موجود فيها هنا في الإذاعة، وهذا الرقم اللي أنا بقوله كل شوية يتبع للإذاعة، فلا تتصلوا عليهم بعد ما تنتهي الحلقة ولا من بكرة ولا ترسلوا على مش عارف مين. الاتصالات طول النهار تتصلوا على الإذاعة، وأنا هذا الرقم ليس لي أنا، هذا للإذاعة فقط، لهذا البرنامج فقط ويتبع للإذاعة وليس لي أنا. الرقم هو 012-616-1100. طبعا انت البعض حيقول يا اخي انت كل اسبوع تذكر، انا اذكر كل اسبوع لانه كل اسبوع في اشخاص بيتصلوا على الاذاعه ويقولوا لهم نبغى نكلم الدكتور هاني، الدكتور هاني ياخذ الساعتين حقته وراح بيته ونام، وقاعدين يتصلوا على الاذاعه يقولوا لهم نبغى الدكتور هاني. طيب الرقم مره ثانيه قبل الفاصل 012-616-1100، فاصل سريع ونرجع لكم. فضفضه مع الدكتور هاني الغامدي. اهلا وسهلا بكم. طيب معنا خط، اهلا بك، تفضل انت على الهواء. انا بدك الله يسلمك، حياك الله. اسم الكريم ايش؟ ابو محمد. حياك الله ابو محمد، كم العمر؟ الله يحفظك. 37. حياك الله، تفضل. انا كلمتك تقريبا من شهرين ما شاء الله عشان موضوع الوالد الله يطول بعمره. امين. كان محتاج عمليه، قلت لك موضوع السياره ما السياره. والله يذكرني يا ابو محمد، ترى انا كل يوم عندي عدد كبير. لما واحد طلب الرقم تبعي انه من الاماره وكذا من فتره، الحمد لله بشرك الوالد اللهم لك الحمد، ربي فرجها علينا والحمد لله، سوينا له العمليه والحين ما شاء الله تبارك الله نفسيته احسن من اول بكثير. من فضل الله، من فضل الله يا ابو، اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله. بس انا عندي مشكله. لا موضوع، موضوع ولا مشكله؟ موضوع يخص الوالده اكثر. تفضل يا اخي. الفترة الأخيرة هذه بعد عملية أبوي طايرين إحنا نجلس جنب أبوي كثير. تمام. لما نجي إحنا طالعين نقول لأبوي يلا تبغى شيء إحنا ماشيين. تمام. ما عاد مدخل، أنا ما عاد أدخل عند الوالدة أقول له أنا ماشي. أفايد العلم. صارت الوالدة. أفايد العلم يا أبو محمد، قبل ما تكمل. أي أيوة والله. قبل ما تكمل. صارت تزعل، اليوم قامت قبل شيء والله العظيم يا دكتور، وأنا طالع من عندها قالت إيوه أنت أمس طلعت وأنا ما أدري، وجالس عند أبوك من يوم ما جيت إلى ما طلعت. زي موضوع الغيرة. هذا مو غيرة حبيبي، هذا حق واجب، هذه ليست غيرة. لابد أن يكون لك دور مع الوالدة بغض النظر أنت جلست مع الوالد ولا ما جلست مع الوالد. موضوع الوالدة أمر مهم. طبعا احنا ما نقول والله هذه أفضل نقعد معاها ولا نقعد معه أفضل، لا، لكن نسدد ونقارب. فطالما هي مو طالما الجرس هي مو سالفة أنها أفضل ولا شيء. أكيد طبعا، أنا عشان كده بقول لك ما هي سالفة حالته النفسية، عشان تعرف الواحد لما فترة الرجل الواحد نفسيته غير تكون. لا لما بأس. نكون احنا من حوله غير. احنا هذا هو المقصد، انا كان هذا المقصد. لا بأس. لا بأس، ولكن دائما شوف يا اخي انا يعني الامر هذا بالنسبة لي انا امر مهم جدا، لانه حتة انه انا اعطي وقت للوالد وانشغل معاه وانسى الوالدة بدون قصد، أكيد إنه في النفس سيبقى شيء. أنا أنت موظف أبو محمد ولا لا؟ والله لا مو موظف، بس الحمد لله الأمور ماشية اللهم لك. طيب لو لك زميل، خلينا نقول صديق، وجاء الصديق هذا مثلا وجاء جلس معكم في قهوة أو في غيره، وجاء سلم على زميلك اللي جنبك وبدأ يخش معاه سوالف ومدري إيش، وأنت قاعد تتفرج، الرجال ما يوجه لك كلام، ما تأخذ في خاطرك؟ صح أكيد لازم. هذا وأنت قاعد معه وهو قدامك، ما بالك أيوه. إن الوالدة، انت رحت لوالدك الله يحفظه ويدي له الصحه والعافيه، وفي نفس الوقت انت عديت على الوالده او نسيت تعدي عليها، وكانها مضمونه انه هي بسلامه وبعافيه وما عندها خلاف وكل الامور ماشيه بخير. لكن على الاقل يعني شويه، لو قعدت نص ساعه عند الوالد اعطي الوالده ربع ساعه، حتى لو انك بس تسولف معاها تطبطب عليها تصبرها على حبيبها هذا الزوج يلي وضعه الان الصحي الحمد لله كان في وضع وأصبح في وضع، يعني تدخل معاها جو. هذا واجب عليك يا أبو محمد الآن، أنك ما عاد تكرر موضوع أنك تروح للوالد وتنسى أنك تكون مع الوالدة أقل ما فيها بنص الوقت. هذا لو كنت مستعجل، ولو كنت والله عندك ذاك الوقت أنك ممكن تقعد، يا ريتك تجلس عند هذا نص ساعة وعند هذا نص ساعة. المشكلة أنه الحين قبل شوي أنا طالع كانت أمي قالت لي أيوة أنت جاي، اسمه ما جيت تقول لي أنك طالع البارح. لا انا امي ما جيت عندك، جيت عند ابويا. انا على اساس اني امزح واضحك،
هي حزت بخاطرها طبعا. اخواتي قالوا لي حرام عليك طبعا ليش كذا، وانا قلت لها يا امي والله اني قاعد امزح معك. طب انت كنت عند الوالد؟ انا مو بقصدي. انت كنت عند الوالد قبل شوي ابو محمد؟ ايوه والله توني طالع من عنده. طب اقول لك على شغله، ايش رايك تسويها وبعدين تبلغنا ايش اللي صار؟ ايش رايك ترجع الان وتجيب لها عشاء؟ لا الحين. اي نعم. هو تعشينا سوا الحين قبل شوي. طب خلاص. يعني ابوي واخواني. يعني ضبطت الحمد لله. خير وبركه. ايوه بس انه يعني حزت بخاطرها الكلمه هذه. والله. انا امزح، انا من طبيعتي احب المزح كثير. كلنا. خاصه مع امي. ولكن شوف حبيبي في بعض الامور قد ما ادري انه صح ولا غلط اللي قاعد تسويه. شوف امزح في اي شيء، سولف معاها طالما المزحه معاها هي في امر انت وهي قاعد انت تسولف فيه ما في، بس لا تجيب لها مقارن ومقارن به. لا تجيب لها الوالد والوالده، لا تجيب لها ابوي وانتي. يعني لا تجيب لها اشخاص. على فكره حتى احنا ترى على فكره بكل بساطه عند الاطفال، عند الكبار، عند الصغار، لا تقارني بشخص ولا تحط حبي في مقابل حب شخص اخر. حتى على مستوى الزوجات اللي متزوج اكثر من واحده، والله انا احب اكثر منك او احبك اكثر منها، ترى فيها الامور فيها يعني اذا كان في كذب محمود لا باس بين الزوجات، احبك اكثر منها وهو يكذب يروح للثانيه يقول له نفس الشيء وهو يكذب ما عندنا مشكله، لكن الوالد والوالده هذه ما الامور دي ما تمشي معاهم. فانت طالما دق الجرس على قولتهم وعرفت الامر كيف بيتم، اذا من بكره احرص على انه الوالده تاخذ حظها من وجود هذا الحبيب اللي هو ابنها بوجودها معه وعفوا معها، وبالتالي تزين الامور ان شاء الله. يعني هذه تسميها غيره؟ لا لا ما هي غيره حبيبي، ما لها علاقه بالغيره. الغيرة ولا فطره؟ لا مش حقي، الحق الخاص فيني انا وليس غيره. لانه الوالده ما حتغار من زوجها، ما حتزعل منه والله العيال يحبوه اكثر ولا يحبوني اكثر، ما في ام على فكره تزعل من ابنائها في انه والله يحبوا ابوه ولا يحبهم، وحتى الاب اللي عنده عقل راجح ترى ما تيجي حته انه والله يحب عيال العيال يحبوني اكثر ولا يحب الام اكثر. اذا حب الام اكثر معناته انت مقصر. اذا بالتالي يسدد ونقارب. تمام ابو محمد؟ تمام الله يسلمك. وياك ان شاء الله، بارك الله فيك، اهلا وسهلا بك. طيب حياك الله، معنا اتصال، انت على الهواء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لو تعلي صوتك الله يحفظك. ايوه سامعني؟ اسمك ايش؟ تفضلي. انا يعني طبعا ما اسمعك زين، لكن مزوج لي 35 سنه. اقول لك انت سمعتي سؤالي، اقول اسمك ايش؟ ايوه اسمك ايش؟ ام عبد الله. ام عبد الله، كم عمرك ام عبد الله؟ مزوج لي 35 سنه. يا ام عبد الله ركزي معانا الله يحفظك، يعني كم عمرك الله طبعا. يا اختي اسمعيني. ام عبد الله الو، يعني ضربني ويتعبني وكذا. ام عبد الله ايوه سامعتني؟ ايوه. كم عمرك الله يحفظك؟ دحين الان 51 سنه تقريبا. تمام، ادينا الموضوع تفضلي. كان اقول لك زوجي يعني مشدد علي ويضربني وكذا، وحتى يعني كان اروح عنده وارجع وعندي عيال والحمد لله، وبعد فتره كذا يعني حتى حسيت انك انت انا يعني غلطانه، كل شيء حاسبني بكل شيء، كل شيء محرومه منه لحد الان اني محرومه الله لا يسامحه. المهم انه تزوج وحده وطلقها ما تحملته حتى شهر، وسافر المغرب وتزوج كثير يعني ورجع وتزوج بنينا. انا اللي اشكي منه دحين اني هل انا اواصل لعندي دحين الضغط وصراكم يرتفع لي وجايبه لنفسيتي، ويعني مثلا ما يعطيني المصارف كامله حاجه تبقى يعني ما يعطيني كامله. كم سنه الآن. كم سنه زواج يا عبد الله؟ 35 سنه. وجايه دحين تقولي ابغى اتزوج وعفوا اكمل ولا اطلق؟ لا ايوه، لان خلاص يعني ما كنت زي يعني لو قلت لك استمري حتسمع كلامي، لو قلت لك اتطلقي حتسمع كلامي؟ ايوه ان شاء الله، لاني انا من زمان اتابعك. طيب استمري الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. امين يا رب. يلا في امان الله. في امان الله. طيب في اتصال ثاني؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اسمك ايش؟ دكتور هاني، مساك الله بالخير وجميع المستمعين ان شاء الله بالنسبة. الله يحفظك، اسمك ايش الله يديك العافيه؟ الله يسعدك، معك ابو عبد الله يا حبيبي. ابو عبد الله، وكم العمر ابو عبد الله؟ ابو 40 يا غالي. حياك الله، اهلا وسهلا بك. الله يبقيك حبيبي، انا متابع لك وشكرا لنصائحك، شكرا لكلامك الرافي، شكرا لسعه صدرك يا حبيبي. تسلمي الله يحفظ عمرك. الموضوع يا طويل العمر يعني مو موضوع يعني بقد ما هو يعني حاجه بسيطه كذا. ابو الدكتور انا كتوم لابعد درجه. كتوم؟ كتوم لابعد درجه، يعني حتى على مستوى يعني
مع زوجتي مع أصحابي، يعني طبع فيني من زمان. ترى في فرق بين كتوم وبين غامض يا أبو عبد الله. والله مو غموض يا دكتور، بس أنا يعني في أشياء كثيرة يعني أحب أني أنا مثلا أحتفظ فيها نفسي، لأنه تدري الحين مشاغل الدنيا والعالم كلها يعني عندها اللي فيها ومكفيها، يعني فما في داعي أنك أنت تزود عليهم أكثر. طيب أديني مثال للكتوم اللي أنت بتقول عنه، أديني كده مثل عشان أقدر أخش جو معاك في الموضوع. يعني مثلا أموري الشخصية مثلا في دوامي، أموري مثلا المالية، مثلا التزاماتي المالية كده، يعني حتى زوجتي يعني ما أحب أني أنا أشركها، لأنه هي برضو عندها تربية العيال وعندها التزامات البيت، فأنت بتحط عليها أشياء ثانية. يعني انا كرجل المفروض اني انا اكون يعني اتحمل اكثر من كده. طيب خليني اخذ الدور التالي، انا الان زوجتك وجيت قلت لك ابو عبد الله كم راتبك، هتقول لي ولا لا؟ ما حقول لك. تمام، عارف معنى ذلك ايش؟ نعم، انه انا والابناء حنطلب منك طلبات قد لا تكون على قدر المقدرات الماليه الخاصه بك، ساعتها ساعتها انت حتتعفرت. اكيد. اذا دائما لي سنين طويلة من ربع قرن وأنا أقول حطوا دائما الموازنات المالية حقتكم مع ولي العهد، مع الشخص اللي موجود معاكم، مع المساعد المدير اللي هي الزوجة. ليش؟ حتكون يد معينة بعد الله، إنه هي اللي تصد عنك الأبناء، هي اللي تضبط لك الجو حق الأبناء حسب المقدرات المالية الشهرية تبعك. ليش؟ لأنه هي على دراية بالمداخيل الخاصة بك، لكن لما نخبي عليها أنا ما أعرف راتبك هو 6 ولا 12، فبالتالي أنا حاطلب وإنت حجينا كل مرة وتقول لنا أنا ما عندي، أنا ما أقدر. طب ما أقدر، ما عندي استناد إلى أي معلومة أنت وصلت ليها أنا كزوجة؟ أنا ما أعرف. فبالتالي تسهيلا عليك أنك أنت تبلغ، تعال أشوف عندنا كتلة كده على جنب يقول لك أنا ما أبلغ الزوجة. ليه؟ عارف ليه؟ تفضل. عشان يلملم شوية وبعدين يطلع سفرة، أو يلملم شوية ويتزوج الثانية، أو يلملم شوية عشان يشتري حاجات خاصة بي، وانت عارف. إذا ليه أنا أحط نفسي في شبهة أمام أحب ناس عندي اللي هم أهلي؟ أكون واضح، إلا إذا أنا أكون دائما كده أقولها في السناب، إلا إذا وراي بلا، عندي بلا معناته أنا أخبي عليكم. أبو عبد الله هي مش موضوع غموض أو موضوع إن أنا كتوم، في بعض الأمور في بيت الزوجية يجب أنها تكون واضحة شفافة. خليني أسألك سؤال، الزوجة عندك تعمل؟ لا دكتور. طيب أبغاك تحط الموقف بالعكس، هذه الزوجة لو كانت تعمل، بالله عليك ما أنت دائما تبغى تعرف راتبها كم؟ مو عشان شيء، مو عشان فضول، عشان تبغى تعرف قديه ممكن تساندك أو توقف معاك أو تساهم بي، أو أنه قديش ممكن تشيل عنك. أكيد دكتور. طبعا المعلومة دي هي نفسها تحتاجها الزوجة، ترى الزوجة ما حتكون ضدك، لأنه لما توريها قرصها على قولتهم في إذنها وقرصها قدامها حتعرف أنا دخلي 8000 ريال في الشهر، هذا اللي أنا وإنت يا حبيبتي حندير بيه البيت بكل وضوح. ترى هذه أحد أكبر المشاكل للطلاق، أكبر المشاكل للطلاق. يعني الموضوع ما هو موضوع مالي بحت، يعني عرفت يعني ما هو الموضوع موضوع. أنا فاهم قصدك، بس هو الشيء بالشيء يذكر أبو عبد الله. تمام. فبالتالي الأمور هذه يجب ان احنا نكون واضحين فيها. اما موضوع الغموض وموضوع الكتوم اللي انت قلت عنه، صحيح معك حق، في كلام يقال وفي كلام لا يقال. انا متضارب مع مساعد المدير ولا متضارب مع المشرف حقي ومزعلني ومنكد علي، اشيل النكد اجيبه في البيت ليه؟ خلاص هذه اقداري انا، واعرف ادير المواقف الحياتيه الخاصه بالجزء العملي. انا عندي مشكله مثلا مع اخويا مع امي، ما هو شرط انه انا اجي وافرط المسبحه كلها في البيت واسوي وقالوا لي وقلنا له، ابغى اخذ شويه طبطبه لا باس. ما هو كمان لا نكون شكايين ولا نكون كتومين لدرجة إنه أنا ما أعرف اللي جوا صدرك إيش. ما هو عفوا الدكتور برضو عشان تكون في الصورة، أنت يعني ما شاء الله بناء أخواتنا وأمهاتنا وخالاتنا يعني يحبوا الديتيلز، عرفت اللي هو ما ينفع أنك أنت مثلا أبوي وأمي متمشكلين، لا إيش صار الساعة كم وين كانوا وإيش اللي. وأنت كمان لا تديني معلومة معلقة يا أبو عبد الله، انت لا تقلقني والله ابوي وامي متمشكلين وتسيبني كده تايه، لا انت كده جننتني، انت كده علقتني معاك، والله كان في موضوع بينهم هم الاثنين والحمد لله انحل الموضوع، يعني يا شيخ على موضوع كذا وكذا وكلمتين كده وقفل الموضوع خلاص ولم الليل على قولتهم وانتهينا، لكن لا تسيبني معلق وفي نفس الوقت لا تسيبني انا ما ادري اتاريك انت رحت وسويت وعملت وفعلت، لانه في طبع الناس للاسف حقيقه. شوف اقول لك حاجه، انا شخصيا من الناس اللي والله لا اقحم نفسي في أي من المعتركات الأخرى الخاصة بأشخاص من حولي، سواء كان أزواج بناتي، حياة بناتي،
ما أسأل ها كيف زوجك، إيش مسوي معاكي، ها كيف أمورك، ها إيش سويته لما رحتوا عند أهله، إيش عمري في حياتي ولا يمكن أن أقول الكلام ده. ليش؟ وتعلموا أنه ما يقحموا أيضا أنوفهم في حيوات الآخرين، لأنه هذه تربية، هذا فكر، لابد أن نبني الفكر ونعود نفسنا على أنه ما نقحم نفسنا. ليش أنت متنصل بعيد، ما تبغى تتحمل مسؤولية، ما تبغى تسمع، ما تبغى تتعاطف مع الناس؟ هذا ليس قضايا، ليست قضاياي. وفي نفس الوقت الدخول فيها للأسف أنه حيجيب لي هم، وكمان ممكن يؤثر على أراء الآخرين في إدارة ذلك الموقف. إذا بالتالي أنا أترفع، لكن مترفع بإيش؟ بقناعة. أنت مترفع بقناعة، ولكن بعض الأمور تحتاج أنك تبلغ بها الأشخاص، وخصوصا لما يكون فيها أشخاص مهمين في حياة من هم معك، زي أهلها أهلك، ولكن على خفيف. إلا إذا كان الأمر ضدها، بمعنى أخوك تكلم عليها بكلمة، يا شيخ مرتك هذه اللي مش عارف مين، وانت زعلت مع أخوك ورجعت البيت، إياك ثم إياك تروح تقول لزوجتك والله أخويا قال عنك كذا، أو أمي قالت كذا، أو أبويا قال كذا. هذا الخط في خط شرعي، هنا فيها خط شرعي، هو مو جات على موضوع رحم ولا موضوع أقول ولا ما أقول، لا، هنا في خط شرعي مهم. هنا أنت تكسب الأجر بأنك أنت تحمي القلوب من أنها ممكن تتأجج أمام كلمة. بل بالعكس، كل ما يخص حياتك مع الزوجة والأم، حتى لو فيها كذب محمود فلا ضير، فلا بأس، والله يا أمي ما تقول عنك إلا كل خير وانت كذاب، والله يا زوجتي والله أمي ما تقول عنك إلا كل خير وانت كذاب. ليش؟ تروق القلوب، هذه أمور مهمة. وفي نفس الوقت حتى لو سار موقف، سار شيء، يا شيخ هذه قد أمك، وبعدين تعرف أنها تحبك ودائما أنها تذكرك بالخير وانت كذاب. فنمشي الأمور برجاحة عقل. في المقابل يا أبو عبد الله، تخيل أنه في زوج يكون متزوج اثنين، يروح يقول من دي إيش قالت عندي ومن دي إيش قالت، بالله هذا إنسان طبيعي؟ أنت تضحك، أنت تضحك، أقول لك الله يعينه. والله يا أبو عبد الله عندي عشرات المئات من الحالات بهذه الطريقة، تخيل. الله يعينهم، الله يعينهم. إلى درجة وصف عميق جدا لكثير من الأمور في حياة هذا الرجل، مع هذه أو مع هذه. هل يجوز؟ هل يعقل الإنسان ما عنده عقل لهذه الدرجة؟ هنا أقول لك الغموض مطلوب يا أخي. الله الحمد لله بفضل الله قدام، وصراحة زوجتي جميلة، والله يبارك لك، الله يبارك لك فيها ناس، وانت اروع يا دكتور، وانت جميل، وانت صراحة سعيد جدا لاني اول مرة اشارك، ولي كل الشرف حبيبي صراحة، بس انت صراحة دكتور رائع من حسن ظنك، كل التوفيق دكتور، ولك حبيبي لك ولكل من يسمعنا، الله يحفظك، شكرا جزيلا، الله يسعدك، الله يسعدك وياك حبيب قلبي، بارك الله فيك، مع السلامة. طيب حبايبي، هناخد فاصل، قبل الفاصل نديكم الرقم اللي تتصلوا عليه، 012-6161-100، فاصل ونرجع لكم. فضفضة مع الدكتور هاني الغامدي. اهلا بكم. طيب معانا على الخط، تفضل. اهلا بك، تفضل انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك. اسمك ايش؟ كيف حالك؟ اسمي ريم. ريم، كم عمرك ريم؟ الله يحفظك. 37 سنه ما شاء الله، اهلا بك، تفضلي. اهلا بك. دكتور انا ماني عارفه وين ابدا الصراحه، اول مره اشارك في اذاعه، بس قلت خليني اجرب حظي واقول لك اللي عندي. تفضل. لعله خير. دكتور أنا يعني مؤخرا صرت يعني استوعبت حاجة إنه موضوع العقل الباطن والعقل الباطن اللي يخزن أشياء من الطفولة وأشياء زي كذا، تمام، يأثر على الإنسان على كبر هو مو حاس بطريقة أو بأخرى. لنما كملي، تفضلي. أوكي، فباختصار أنا هختصر لك الوضع بخصوص طفولتي. أنا الوالد والوالدة انفصلوا وأنا صغيرة، ربتني جدتي الله يعطيها العافية طول العمر يا رب. كم كان عمري كريم لما انفصل؟ يعني كنت تمهيدي. أوكي، يعني تمام. أيوه، وكانت في أشياء بتصير يعني مادة يد وأشياء ما أنساها إلى يومك داعم بسبعة 37 سنة ما أنساها. مادة يد ما بين الوالد والوالدة؟ أيوه. تمام.
ما عشت بين الوالد والوالدة. الوالد الله يهديه ما تبع عصبي ودت يد، وأنا إلين يمكن كم سنة يمكن كان بيكون في مدة يد وأشياء زي كذا اللي ربتني جدتي. فالآن أنا في عمر صرت في حياتي قاعدة أدور على اهتمام، أو قاعدة أدور على ما أعرف وين قال اهتمام، أو وين قال إنه أنا قاعدة ماني عارفة. أنا صراحة ماني عارفة إيش أوصف اللي أنا فيه، لأن أنا ماني فاهمة إيش قاعد يصير معي. أنا إنسانة مثلاً عندي صحباتي المقربين لي أو الغير مقربين. أنا إنسانة زي الأخت اللي اتصلت قبل شوية بتقول إن هي تشيل هم، أنا ما أشيل هم، أنا لما أعطي أعطي بكل ما ربنا أعطاني. في المقابل أنا ماني مستنية مقابل، أنا مستنية إن الواحد يلقى تقدير، يلقى معاملة طيبة من الشخص الآخر. مو يتغير على علي فجأة بسبب مو مفهوم أو غير معروف. فبالمقابل الشيء هذا بيأثر على نفسيتي بطريقة إنه أنا بزعل وبعصب وبيأثر على حياتي بأشياء سلبية ثانية. طيب خليني أسألك سؤال ريم بصراحة، الأشخاص هذول اللي أنت بتعطيهم، وخلينا كده نفصل، هل هم أخوات؟ هل هم زميلات عمل؟ هل هم صديقات؟ ولا لا دقيقة، ولا علاقة مع واحد؟ لا لا صديقات. صديقات. الصديقات هذول أنت بتعطي بتعطي لما أثناء ما أنت في حالة العطاء بتعطي بحب، ولا قاعدة كده بنص عين على قولتهم مستنية الابريشيشن ومتى هم يقدروا عطاءاتي؟ لا باكد حب والله. حلو، إذا أنت عندك نعمة أنك تلذذتي بالعطاء يلي أنت قدمتي من قلبك، وهذه بحد ذاتها نعمة، أنه قلبك هذا الطيب اللي بيعطي. خلينا فوكس على الحتة هذه فقط، ترى الكلام الكلام اللي أنت قلتيه مكرر من 8 مليار بني آدم اللي هم سكان الأرض. كل واحد يبغى لما يقدم مثلا بنسبة 40-50% أو 80% من مشاعر، يبغى في المقابل بشكل فطري أنه أنا كمان أستحق أنه أنا أخذ منك أو منك هذا الكم من المشاعر، أو هذا الكم من الاهتمام، أو هذا الكم من الـ 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 النوع من العطاء اللي أنا قدمته. هذه طبيعة البشر. ولكن الأذكياء يا بنتي الله يحفظك هم اللي ما ينتظروا، يعطوا دون مقابل. بل والحكماء أنه لما يعطوا من قلبهم ويجيهم الأذى برضهم مستمرين. عندنا في نهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه السنة، السنة مش يا بنتي أنه أنا فين أحط يدي على السرة ولا على الصدر ولا تحت ولا فوق. السنة هو النهج الأخلاقي والسلوكي والفكري اللي كان عليه هذا الرجل العظيم. تعالي نشوف عشرات المئات القصص من اللي تم معه. يساء إليه ويقدم الخير. اذهبوا فأنتم الطلقاء اللي أنتوا طردتوني وتعبتوني وهجرتوني وتكلمتوا علي وقلتوا عني مجنون وقلتوا عني شاعر وخرجتوني من بلدي وخليتوني أقعد في وادي أكل ورق الشجر مع الناس اللي أنا خرجت معاهم وأذيتوني في حياتي ليل نهار، بل وترصدتوا لقتلي. في أكثر من كده؟ ما في. لما رجع بقوة من المولى عز وجل اذهبوا فأنتم الطلقاء. من هم الطلقاء؟ الناس نفسهم اللي أساءوا لي قبل سنوات، هم نفس المجتمع، نفس البيئة، نفس الأشخاص. بيقول لك هذا يا عم رسول أنا ما أقدر أصير زيه. لا معليش، الرسول ده الرجل العظيم اللي إحنا نتأسى به. لو ما تأسينا به 100% ولا يمكن يكون مثله 100%، فأقل ما فيها نأخذ نسبة مما هو قد رمز لحياتنا في تعاملاتنا البشرية. بمعنى اليوم أنت لما تقدم لأصدقائك أو صديقاتك عفوا بتقدمي لهم بحب، إذن أعملي تثبيت على هذا المشهد، أعملي تثبيت في صدرك على هذا العطاء، على هذه اللذة يلي أنت أثناء عطاءاتك أنت مستمتع بهذا العطاء. أنا يا بنتي أستمتع بالعطاء، أنا هاني أستمتع بالعطاء. عندي عشرات من الأشخاص كل يوم، بل مئات من الرسائل كل يوم مستمتع بي. حتى البعض يقول لي يا أخي أنت ليش بتسوي كذا؟ أنا مستمتع يا جماعة، متعتي انه انا ارد على الناس. تبغى تصير مشهور وترند ومش عارف مين، والله ربي اعلم بالنوايا. انا لي اكثر من 26 سنه بقدم هذا العطاء ومتلذذ به، ومن خلاله رب العباد بيسر امور حياتي كلها ومن احب. اذا بالتالي انت يا بنتي يوم ما تقدمي شيء لا تقدميه عشان شخص هذا الانسان. اقول لك على مفاجاه، حتى لما نقدم لابويا وامي
أنا ما أقدم أحيانا لما يكونوا قاسين، مش أنا كمثال، لما يكونوا قاسين أنا لا أقدم هذا العطاء لشخص هذا الأب أو لشخص هذه الأم، إنما أقدم للمولى عز وجل من قبل ومن بعد، لأنه في خطوط شرعية في الأمر. فدائما نقول إحنا نستحضر النية. إيش يعني نستحضر النية؟ يعني الآن وأنا قاعد أرد عليك أنا مستحضر النية، لا لي غرض يا بنتي فيكي ولا لي أمر أنا أحتاجه منك، فقط مستحضر النية قبل ما أدخل البرنامج إنه كل ما سأقدم اليوم إن شاء الله يحسب لي لوجه الله. أخرج من هنا أقول يا رب إجرني على ما قدمت، إن كان خطأ فمني والشيطان، وإن كان صواب فمن الله بإذن الله. فبالتالي عطاءاتنا لازم نرمزها. كيف نرمزها؟ نرمزها في رأسنا يا بنتي، وهذا هو جزء من استحضار النية. فلما نقدم نحن لن ننتظر نفسيا وعقليا وقلبيا إنه يكون عندنا مقابل في الاسترداد. هذه الفورمولا لازم كلنا نفهمها. لما نقدم لأحد عطاء لا ينتظم، طب ليه تاني ما عنده ذوق ولا عنده أدب ولا عنده حياة ولا يستحي مو حاسس، ما عنده إنسانية؟ طب أنا قدمت له وسويت له ما عنده حتى ذرة شكر؟ يا أخي أنا بتعامل معاه مش عارف مين، أنا سويت له كذا، أنا وقفت معاه في فرح، أنا وقفت معاه في عزائم، أنا وقفت معاه بمال. لما يجي الدور في يوم ما في مناسبة عندي ألاقيه يجيني زي الضيف آخر واحد، طب وانت حاطط في بالك إنه الأجر أو العفو العطاء اللي أنت قدمته في مقابل أجر ولا في مقابل موقف قادم مشابه للي أنت قدمته اليوم؟ ها هنا يجي الاستحضار. فلا نتعب صدورنا يا بنتي على شغلات ترى من البديهي والفطري إنه إحنا نقدم الخير لبعضنا البعض، بل حرص علينا الإسلام وكل الديانات على فكرة بتحرص على تقديم الخير دائما للبشرية. الدور إنه أنا أقدم للبشرية. تفضل يا بنتي. والله يا دكتور الواحد مو مستني مقابل ولا انه هو أنا يعرف بنت النتيجه، الواحد بس يبغى انا اعرف يبغى الواحد يكون انه اتعاملي معي زي ما انت، ما ابغى منك كل شيء، بس خليكي زي ما انت، لا تجيبي فجاه يوم تكلميني يوم تصبحي يوم ما تصبحي يوم قلب وجهك يوم ما كانك شافتني كرسي. طبعاً انا بحاول صراحه قاعد اقول نافع على الله ربنا موجود. طب خليني اقول لك حاجه تانية، طالما انت فتحت الموضوع حق التقلبات هذه اللي بتحصل، احنا عندنا شخصيات مزاجيه وعندنا شخصيات حديه وعندنا شخصيات بارده ما عندها احساس، وعندنا شخصيات استغلاليه، وعندنا شخصيات عندها نرجسية، وعندنا شخصيات ومليون نوع من الشخصيات. إذا بالتالي أنا أختار الأشخاص اللي يضيفوا لي، مش الأشخاص اللي يوجعوا قلبي. أنا دائما عندي كلمة، أنت تتابع السنابات عندي ولا لا؟ أيوه. طيب إيش الكلمة اللي دائما أقولها؟ أرمي فين؟ وراك. أرمي حوش. ولا أرمي في البحر. أرمي حوش. أرمي حوش، لازم نرمي حوش، لأنه ما ينفع إنه أنا أفضل دائما إني مترصد إنه أستقبل ما قد قدمت من كم لهؤلاء الأشخاص. أرمي حوش. وفي عندنا كمان حاجة تانية دائما أقول، عندنا 5% تالف. إيش موضوعه؟ إنه أنا مهما قدمت ترى في 5% كمثال طبعا هو تمام، أو كنسبة أنا مخترعها كده بيني وبين نفسي، أقول والله 5% تالف، تقدم له تسوي له تعمل له تفعل له ما في، هو في الآخر برضو حاقد عليك وزعلان منك، وربما كان يبغى يستغلك، وربما يبغى يتعالى على أكتافك، وربما إنه يحقد عليك، وربما هي كده، هي كده، هم كده البشر يا بنتي. ولن أجعل أحد قضيتي مقولة من 35 سنة اخترعتها كده بيني وبين نفسي، هكذا هي الحياة بكل متناقضاتها العجيبة، متناقضات عجيبة. الأفضل دائما أنه يكون مهضوم حقه، الأحسن دائما أنه الطيب يأكل على دماغه، اللي مش عارف مين يقدم الخير دائما أنه يساء الظن به، اللي مش عارف مين يتهم، اللي ذا كريم أخلاق دائما. هي كده حياة متناقضات. فإذا ما فهمنا إنه هذه المتناقضات هي من ضمن المعترك الطبيعي لوجودنا في الحياة، معناته حنفضل نطارد وهم، دائما حنطارد وهم. ليش؟ لن نستقي ما نتمناه. خذوها قاعدة. ليه يا أخي؟ مين قال كده؟ لا يا أخي أنا من حقي. الله يعينك، طارد، يلا أنزل الميدان، خذ حقك من سين وعين وصاد من الناس. بل أن هناك يا بنتي من يزعل حتى يدخل في خصومة مع الله، يدخل في خصومة مع الله، الله مو عدل، الله ما بيديني، الله مش عارف مين. وفي ناس تقدم يصلي ويصوم ويقول لك يا أخي أنا قدمت وسويت كل شيء، فين الرزق، فين مش عارف مين. معقولة في ناس كده؟ إيه والله يا بنتي فيه، وما هم قليلين، كثر. حتى في ناس تقول لك الله مو عدل، حاشا لله. ليش؟ يدخل في خصومة مع الله لأنه ما انتبه أو ما انتبهت إنه ترى معتركات الحياة كلها تمحيص. إذا ما أحسننا فهم معنى الحياة
طب كيف حنكسب الجنة؟ طب نطلع الجنة كده كيف من غير أي شيء؟ أنت وأنا وأي واحد لو بده يدرس أي درجة علمية ولا بيدرس أي مادة ولا حتى يبغى يقرأ كتاب عشان يستفيد منه، إذا ما ركزت وحطيت هايلايتر على ده وحطيت خط تحت ده وعجت وعدت فيه عشان أفهمه وأعتنقه وأهضمه، معناته أنا كيف حنجح؟ حتى على مستوى كتاب قراءة المطالعة على قولتهم سنة رابعة ابتدائي ما أقدر أني أنا أنجح إذا ما قريته وفهمته وعرفته وحضمته. إذن بالتالي في كثير من أمور الدنيا تحتاج إلى إعادة ترتيب داخل صدورنا نحن وليس تغيير الآخر. أنا كنت بدي أقول لكم اسم الحلقة اليوم اللي كنت بدي أبدأها بس ما شاء الله الاتصالات كثيرة، نخليها الحلقة الجاية. طبعا أكبر كذبة في حياة البشر خلوها كده بين قوسين، ما حقول لكم عليها اليوم، حقول لكم عليها في حلقة قادمة. تمام، أكبر كذبة ولا تبوني أقول لكم عليها دحين خلاص ونخلص نقولها؟ أقولها والله المخرج يقول لي لا. طيب أكبر كذبة في حياة البشر أني أتغير علشانك. ما في شيء اسمه أتغير علشانك، أنا أتغير علشان نفسي، عشان نفسي وأتغير بقناعاتي. وأي شخص ممثل لا يستطيع إكمال التمثيل بأنه أنا أتغير علشانك أو أتغير علشانك، ما في الكلام ده. وأي شخص يقول أنا حتغير إذا ما عنده اعتناق للتغيير الحقيقي بأنه هو يفهم الكونسبت نفسه المفهوم نفسه ويعيد ترتيب أفكاره فلن يتغير. فلا نكذب على أنفسنا وبلاش نقول الكلمة دي للآخرين، حتى لما ناكل على دماغنا ولا ننزنك في ركن ولا ننكفش في حاجة خلاص أنا حتغير، خلاص أنا حتوب، خلاص أنا حبطل. ليش؟ لأنه انكفش أو انكفشت، بينما القناعات القلبية اللي جوا القلب هي اللي ما زالت تريد إنها تستمر في أي أمر من الشهوات اللي موجودة في الدنيا. لذلك اللي يبغى يتغير يا بنتي يتغير عشان نفسه. فأنت اليوم اللي يبغى يتغير عشان يقدر هذه العطاءات اللي أنت بتقدميها خير وبركة. ما تغير، اوعى تنتظري انه هو يتغير، انت تتوائمي مع الوضع القائم، تقدم الخير وتستمر في تقديمه لانه الوجه الله من قبل ومن بعد. والاهم من ذلك انه صدري ما يوجعني انا لما قدمت الخير من كرم ربي علي انه اداني الفرصه انه انا اقدر اسوي هذا الامر. غيرك يا بنتي يدور على باب الاجر وما يلاقيه، تخيلي ما عنده باب. ايش باب الاجر؟ بس هو صدقه، بس ادفع فلوس أدخل على التطبيقات وأدفع 5 هنا و10 هنا و50 هنا و100 هناك وبعدين. نعم نستمر كصدقة كدفع فلوس، لكن عندي أمور تانية عظيمة يظلنا الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه كيف أنا أقدم شيء للبشر، أقدم شيء للناس أبسط ما فيها من تقديم الكلام للكلية والكل من يسمعنا. أبسط تقديم أقدمه إنه أنا أسك فمي وأعفو لساني عن لوك سيرة البشر. وهذا للأسف يا بنتي اللي حاصل اليوم، وأتعجب جدا والشيء بالشيء يذكر في كثير من التطبيقات. أنا كيف أكون بذلك الغباء بذلك بتلك السذاجة إني أنا أجمع حسنات من صلاة وصيام وأحرقها بأن أنا أتكلم في ظهرك؟ أنه شراكة مع الله، أنه غباء من هذا الإنسان إنه يحرق هذه الحسنات بهذا الأمر اللي قاعد يكتبه بريتويت أو بكلام أو بتأييد على الحديث في شخص ما بعينه، أو حتى لو كان الأمر مبهم أو غير مباشر. حقيقة أصبح عندنا داء لدى البعض بأنه يحرق حسناته. الإبداع اليوم ليس أنه أنا أكسب حسنات، الإبداع اليوم بين بعض البشر في شريحة عريضة بكل أسف في أنه أنا كيف أحرق حسناتي. أصبحنا مبدعين في حرق حسناتنا. لذلك الشيء اللي تسويه بنتي اليوم قدميه لوجه الله وجمع حسنات جوا صدرك وخلص وجمع حسنات، وكمان خلي صدرك هذا النظيف انه هو يستمر في العطاء بغض النظر عن الانتظار او الاخذ بالمقابل. واضح يا بنتي؟ واضح. الله يديك. مالك بس اخر حاجه انا طول عليك دكتور، بس استشيرك في حاجه بسيطه. تفضلي. زي ما قلت لك انا عمري 37 سنه. تمام. وانا اكبر اخواني. تمام. وأختي زوجت الله يوفقها ويسعدها. آه. وأنا ما زوجت، ربي ما كتب لي لسنة. ندعي لك كلنا الكم مليون اللي يسمعنا ربنا إن شاء الله يوفقه بابن الحلال يا رب. أنا عموما أشتغل وشايلة نفسي ومستقلة حتى بنفسي في بيت. آه. وشايلة نفسي من ألف للياء على قولتهم. تمام كده أنت بتغري العرسان، بعدين هيتصلوا بنا يبغوا يخطبوكي. الوالدة زي الوالدة في الحياة بتفرح في بكريتها الأولى. يعني الموضوع صار مو قلت يضايقني، أنا عادي يعني الحمد لله في النهاية أنا عارفة أن الزواج لا هو
يعني بداية الحياة ولا هو نهاية الحياة. أفع الكلام الكبير ده. لا لا يعني إنه يعني دكتور أقصد إنه يعني إذا ربي ما كتب لي نصيب عادي أنا قابله وراضي والحمد لله أنا يعني مكتفية بنفسي وبحياتي شايلة نفسي وأشتغل وكل شيء فاهم عليا. إذا ربي ما كتب يعني كتب لي نصيب خير وبركة. بس يعني الموضوع صار يأثر إنه أنا أشوف ماما إن هي بتحاول بكل الطرق يعني لأن خطابات وكذا بس أنا عن نفسي أنا ما أبغى من أوكي الخطابات بيسووا خير في النهاية بس أنا عن نفسي ما أبغى هذه الطريقة. تمام. فماني عارفة كيف إنه يعني أواجه ماما بهذا الشيء إنه ما أبغى من طريق خطابة. ربي جاب الخير أهله الخير وأهله وربي ما كتب برضو الخير وأهله. طيب الخطابات هذول الوالدة تعرفهم بشكل شخصي؟ لا. من أبو النت هذول؟ ما أعرف والله بس ما أعرف إذا تعرفهم بشكل شخصي بس لا مو من النت متأكدة. أكيد واحدة قالت لها وهذه وكذا يعني. طيب خير وبركة يا بنتي مو مشكلة من فلانة لفلانة لفلانة ونروح مناسبة وعلى قولتهم نستعرض. ترى على فكرة هذه الأمور ترى من سنة جدتي ترى كانوا سووا نفس الحكاية في أفراح في مناسبات في مش عارف مين. هي مش بيع وشروة زي ما بيقولوا البعض بكل أسف ولكن هذه طريقة من الطرق اللي موجودة في كل المجتمعات على فكرة. ترى حتى في أوروبا نفس الحكاية. أنا عشت سنين طويلة هناك هو نفس الآلية والطريقة لأنه تفكير البشر متشابه فيما يخص بعض الأمور التشاركية في الحياة. فبالتالي طب انت ايش تبغي؟ انت الحين شككتيني فيك ترى لما انت ما تبغى دقيقه اقول لك انا دحين البعض ايش حيفهم. انت ما تبغي عن طريق خطابة وما تبغي عن طريق يعني تبغي تحبي وتنحبي وتسوي علاقه وما ادري. انا فاهم. لا لا بس يعني شفت دكتور انت قلت الواحد يروح مناسبات وكذا احد يكلم أحد زي كذا الطريقه تختلف. يعني المشكله حتى لما بيجوني عن طريق خطابة يعني لو كان منفصل انا ما عندي مشكله. ما عنده اولاد برضو ما عندي مشكله. بس مثلا واحد متزوج يبغى واحده ثانيه يبغى واحده مثلا فري مسافر وتروح الشروط احيانا بقول ايش هم جايين يشتروا بضاعه. وهل دقيقه بالله يا بنتي هل تعتقدي هذول جادين؟ ما ماني عارفه صراحه. ترى على فكره اقول لك حاجه على مفاجاه ترى السيناريو ده سمعته مليون مره انا مليون مرة سمعته من كثير من النساء. والله يا دكتور جاء قال لي حنسافر وانتي صاحبتي زي صاحبتي حتسيري وحنروح وحنطلع مش عارف مين وانا رجل اعماله كله بطيخ. والله انه سفرة. هذا الكلام اللي انت بتقوله أكبر هو سفرة اكبر سفرة يطلعها يوديها هنا اقرب دولة عربية من غير ذكر اسماء دبي ولا يوديها المالديف ويطلاطشوا هناك ويرجعوا ما عندهم غير كده من اول شهر. ولا على فكرة كل الكلام الرومانسي ده اللي كانوا يقولوا كذاب طبعا إلا من رحم ربي. بس أنا السيناريو ده بيتكرر قدامي من سنين طويلة وأبغاكي مش عارف وأنا عندي زوجة وهي طبعا تعبانة ومشغولة مع الأولاد وأبغاكي تكوني زي صاحبتي ونطلع وننبسط ولا شيء من ده كله بيصير. تلاقي مسكينة ما هي مقصرة وبتسوي له كل حاجة. إذا ما اتهم زوجته أنها مريضة ومشلولة ومقعدة وحالتها حالة وتطلع في الآخر بنت أحلى من الإدمية اللي تزوجها. سبحان الله الله المستعان. عموما في الآخر يا بنتي ندعي لنفوسنا بالخير ونطلب الأمر من الله عز وجل أنه يتخير لنا الأفضل ونترك الأمر لله من قبل ومن بعد. أنه في الحتة هذه رب العباد فيها توفيقات والتوفيقات هذه تيجي أحيانا بطريقة ما نتوقعها ومن باب ما نقدر نتخيل ممكن انه الامر كيف يتم. تمام يا بنتي؟ نعم بلعتك العافية وياك يا بنتي. اهلا وسهلا الله يحفظك في امان الله. طيب معنا اتصال. اهلا وسهلا بيك تفضل انت على الهواء. تفضل انت على الهواء. فصل اللي بعده. اهلا بيك تفضل انت على الهواء. يعطيك العافية دكتور. وياك. اسمك ايش الله يحفظك؟ ريم. وكلكم ريم اليوم؟ طيب قد ايه عمرك يا ريم؟ 30. اهلا بيك تفضل يا بنتي. دكتور انا توني متوفى وظيفة جديدة ما شاء الله. طبعا مو اول وظيفة لي. الله يبارك لك. لسه ما تمت شهر. المهم صارت في اشياء غريبة تكون في الدوام. زي ايش؟ طبعا في مكان خاص لنا احنا الطاقم النسائي فجأة كذا ألقى المدير واقف وراي أو واقف كذا يعني جاينا بدون أي سابق إنذار. يدخل عليكم بدون استئذان يعني؟ بدون استئذان. طيب أنا استغربت أول شيء أشوف الناس ساكتين الناس عادي عندهم رغم أني أنا محجبة يعني بس أني أنا أستغرب الحركة يعني.
طيب هذول البنات هذول يعني مجموعة بنات مثلا وقت استراحة مزبوط؟ مو وقت استراحة، مكان العمل. ما فهمت يا بنتي معلش، يعني انت قلتي يعني هو وقت عمل، وقت العمل هذا منفصل هذا المكان؟ اي منفصل. طيب ومكتوب عليه ممنوع دخول الرجال؟ لا مو مكتوب ممنوع، يعني هو عيادة، العيادة يعني احنا زي لنا يعني باب خاص، يعني حتى اللي يجون العيادة ما يجون هذا الباب. ليش انتو قسم ايش؟ قسم عيادة، عيادة تجميل. طيب اي فانا استغرب ان هذا الشيء يصير، اشوف أي الناس ساكتين. اي بس هذا اخلاقيا وضمن النظام ممنوع انه هو يدخل حتى لو كان مدير في هذا القسم. ما ادري، يعني حتى انا وظيفتي السابقة كان حتى لما يعني يدخل مدير يدخل اي رجال احد يبلغنا. يعني اللي تقصدين انه انا مثلا الآن أختي أو بنتي أو زوجتي موجودة في هذا القسم بتعمل عملية، مش عملية عفوا، بتعمل إجراء تجميلي؟ لا مو إجراء، إحنا تبع الكول سنتر يعني نستقبل مكالمات كذا يعني. طيب لما ندخل إيش أقول لكم؟ كذا يوقف يناظر بعدين وين فلانة وين علانة، يعني أشياء مو أشياء يعني أساسية. طيب عندكم مشرفة؟ إيه موجودة. بلغتيها؟ لا ما بلغتها، أحيانا تكون هي موجودة أصلا. طيب بلغيها عادي. بلغيها الله يحفظك. في بعض الأمور تحتاج أنه إحنا نفتح فمنا ونتكلم عنها، بعض الأمور نحتاج أنه إحنا نتخذ فيها إجراء معين تدرجيا إلى أن يثبت أنه في الآخر ما منهم رجع، ساعتها نتخذ إجراء معين، يا إما شو اسمه ذاك يكون عندنا إجراء إداري معين أو نمشي من هذه الوظيفة أو نبلغ الجهة الرسمية الخاصة بهذا الأمر إذا كان في أمر نظامي واضح إنه والله هذه الوظيفة من المفترض إنها ما تكون مختلطة، المفترض إنه هو ما يكون موجود إذا كان في نظام يحكم ذلك. أنت يوم ما توظفتي ما بلغتيهم بهذه النقطة وقلتي لهم في قسم نسائي وقسم رجالي ولا؟ لا ما بلغتهم. ما بلغتيهم. طيب في شخص آخر، في شخص آخر غيره بيدخل غير هذا الشخص، يعني مثلا عامل نظافة عامل قهوة إيه؟ إيه جات عليه. طيب هذا حيقول لك اللي يخليهم حق العمال يدخلوا كمان أنا أدخل. لا عادي، بس هو مثلا العامل النظافة يجي نهاية الدوام، يعني لما خاصة بنقفل العيادة يجي إنه ينظف. أنا أصلا لو كلمت المشرفة بتقولي طب أنت أصلا أوريدي محجبة، يعني ليش أنت يعني والله مثلاً. كنت حقول لك في الآخر أنت محجبة ما شاء الله عليك. طيب ايش اللي مضايقك في الموضوع؟ ايش مضايقك في الموضوع؟ انا بتكلم بلسانهم هم، ايش اللي مضايقك في الموضوع؟ طيب فرضا طاح حجابي، فرضا انا بصلح حجابي، فرضا يعني اي وضعيه انا كنت، يعني انا متعوده ان هنا يعني كلهم طاقم نسائي، يعني انا ما عندي مشكله انه هو يدخل، بس ان احد يبلغنا او هو مثلا يتنحنح شيء، يعني ترى والله شيء يعني مره يخرع امانه. طيب هذا الامر بارك الله فيك تحتاج انك ترجع للمشرفه اللي عندك أو نائب المدير أو المشرف، أنا ما أعرف إيش التدرج الإداري اللي عندكم، وبالتالي تتخذوا أنتوا إجراء. وفي بنات مؤيدين لهذا الأمر اللي أنت بتذكريه ولا أنت الوحيدة بس ما بين البنات؟ هم اللي منقبة ما تنزل نقابها أبدا يعني في وقت العمل إلا لما نروح للبريك أريال أو وقت غرفة الأكل حقتنا. ممتاز، يعني هو بيدخل على الجميع، على المنقبة والمحجبة والغير محجبة وغير منقبة. اي حتى مره حتى انا كنت في غرفه الاكل ومسكر الباب، طبعا هذا المكان الوحيد اللي ما فيه كاميرا واللي اشوف يعني لما انا اجلس مع البنات يعني المنقبات يعني هم ياخذون راحتهم باريحيه يعني. تخيل مره كنت انا موجوده ومسكر الباب جاء فتح علي الباب. ايش يبغى يشيك على الرعيه يعني؟ اي فانا سكت. المهم هذا اي وش يبغى وش يبغى لما فتح الباب؟ هل تحدث معك؟ تحدثتي معه؟ لا 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 قال سوري وسكر الباب. هو داري المكان هذا يعني. طيب خاص فينا يعني. إذن بارك الله فيك ترجع للإدارة تبعك، ترجع للمشرفة أولا ابتداء عشان ما تقفزي عنها، وبالتالي إذا ما اتخذت إجراء تروحي للرانك الأعلى أو ممكن تتواجهي معه هو، ولكن بأدب وبإحسان ما هو بمصادمة، وبالتالي توضحي له هذه النقطة بأنه إحنا حقيقة يعني بعد إذنك إحنا مثل بناتك مثل أخواتك، حقيقة احنا بنتفاجأ بوجودك، بيضايقنا هذا التصرف تكرما منك لو بس تدق الباب شيء. انا حتى انا لاحظت يعني شيء فيني ما ادري يعني هو مشكلة او لا،
يعني انا مو من النوع اللي انا يعني اتكلم او شيء، بس ان رياكشن وجهي يوضح ان انا مضايقه. انا ماني ضارب حساب وجهك، انا بسوي التصرف. أنا هو لما يدخل ما هو انا يا بنتي، ما هو انا انا أوكي. انا انا كمدير ما حضرب حساب وجهك وتعابير وجهك، انا حسوي الفعل اللي انا ابغى اسويها، وحستهبل كده بالبلدي من الاخر اديك اياها، واسوي نفسي ما ادري واقول لك سوري، مو هذا اللي بيحصل؟ صح. اذا انت تتخذي اجراء. انا زي ما قلت لك عندك المشرفه، عندك الرانك الاعلى، الى ان واجهتي ممكن تواجه هذا الشخص بادب واحترام وتقدير، انه احنا مثل اخواتك وتكرما منك، بس لو تبغى تيجي الله يحسنك بس دق الباب، او في بعض المناطق مثلا زي الاريا اللي انت قلتي عنها اللي هي خاصه بالبنات، انه بعد اذنك ما، لانه ممكن يكون كاشفين، ممكن يكون قاعدين براحتنا. وشكرا جزيلا لك لتفهمك وبارك الله فيك. تكرر الامر ترى في جهات رسميه بنتي ممكن تبلغوا فيها. تمام. هو ايش اللي صار؟ ايوه هو ايش اللي صار؟ بعد صارت مشكله ثانيه، انه في بنات مثبتين صباح، فجاء احد من الاتش ار قاعد يسالنا عن الاشياء اللي تضايقنا، فانا ما ذكرت هذا الشيء، بس ذكرت له عن مشكله الصباح، لان انا امي كان عندها موعد وهو رفض ينزلني في شفت الصباح. تمام. فانا تكلمت عنه في هذه النقطه فقط. فبعدها باسبوع تخيل المشرفه قالت لي انه تعالي عند المدير يبغاك. فيوم رحت له قال لي ان احنا راح ننقلك فرع ثاني. انا استغربت. ليش؟ قلت له يعني انت، قلت له يعني انت قاعد تقولي خبر ولا قاعد تشاورني في الموضوع؟ قال لا انا بس قاعد اقول لك يعني. طيب ونقلك الفرع الثاني؟ فعلا نقلني فرع ثاني، فانا مره متضايقه يعني. هو في نفس الوقت الفرع لان فيه ماني مرتاحه فيه نفسيا. طب دقيقه بنتي، معناته ان انت في فرع ثاني الان، معناته هو خلاص لا عاد يدخل ولا عاد يجي عليكم ولا شيء؟ ايوه بس حالتي النفسيه تعبانه، لاني مش معنى انا اللي قلبي دحين يعني. حالتي قلبك ده قلبي نص ساعه في الاخر طلعت انك نقلتي مكان. طب نقلتي مكان ثاني خير وبركه، بعدتي عنه وبعدت عنه. بس ليش يعني ليش الطريقه هذه يعني؟ ادعي له بالهدايه يعني. ليش انا من بد البنات ينقلون يعني كذا نفسيا يعني؟ خلاص انا ما ادري. هذا اليوم اول لي قديش قديش عمرك يا بنتي قلتي لي؟ 30. طيب مع تركات الحياه حتعلمك لا ان نقبل ما فيه خطوط شرعية وخطوط أخلاقية، لكن أن نهدأ أمام كثير مما نواجه عشان نعرف ندير الأمر بحكمة. صدورنا لما تتأجج أمام مواقف زي هذه، وليش هذا يسوي وليش هذا يقول وليش هذا يفعل، هنقعد نطارد طول عمرنا وهم لن يتغير شيء. نتواءم مع الوضع القائم، لا أن نقبل المهانة أو نقبل الحقوق اللي فيها خط شرعي ولا خط أخلاقي أبدا، ولكن ردود أفعالنا تكون أهدأ مما أنت عليه. أنت متزوجة ولا لسه؟ لا لسه. مخطوبة؟ لا. طيب يبارك تعيدي المعايرة، عشان في أمور الحياة ومعتركاتها تحتاج إلى كثير من المرونة، لا أن نقبل الخطوط اللي فيها خط شرعي نتجاوزه أو خط أخلاقي نتجاوزه، ولكن ما تتعب صدرك يا بنتي بهذه الطريقة، بحيث أنه في الآخر أمور الحياة ما حتيجي على كيفنا، فلا بد يكون عندنا رد فعل أمام كثير من المتناقضات، سواء من البشر اللي حولنا أو حتى لو إحنا بنقدم الخير أو بنفعل زي ما تكلمنا مع بنتنا اللي قبل. وبالتالي في امور كثيره تحتاج الى اعاده ترتيب، فاهدي على نفسك. أنا اهدي على نفسك الله يحفظك. تفضلي. انا افكر طيب ليش، طب اوكي صح انا مو مرتاحه رحت فرع ثاني الحمد لله. ليش انا من بد البنات اللي طلعني؟ مو شغلك. ليش هذا الشيء صار معي؟ مو شغلك. ليش مو شغلك؟ مو شغلك. مو شغلك. مو شغلك. ريوق بالك، خير وبركه لك، عسى ان تكرهوا شيئا. صح انا قاعد افكر فيها من هذا المنطلق. اي منطلق وانت جايه زعلانه يعني. اي منطلق يا بنتي وانت جايه زعلانه؟ انت جاي زعلانه غير راضيه، انت مترصده لكل فعل يحصل معك. الترصد يا بنتي في كثير من امور الحياه اللي فيها متناقضات يجب ان نتجاوزها، يعني نقبل المهانه، يعني نقبل المش عارف ايش، هذا حقي وهذا يلا الله يعينكم. في امور لابد ان انا اصنع السلام في صدري من خلالها، والا حتعب. الحياه متناقضات، تقدم الخير تلقي شر، تكوني محترمه يسيئون لك، وامور اخرى كثيره. خير وبركة انك انت اليوم اتنقلتي الى فرع اخر بعد الله عنك. الحمد لله. طيب اذا ننظر الى هذا الزاوية. كنت زعلانة لكن حتى اول يوم لي كان مرة جميل الحمد لله، يعني عكس ما انا كنت متخيلة يعني. من فضل الله. اذا ركزي على النعمة الجميلة اللي ربي اكرمك بها اليوم، وهذا من دعاء يعني من دعاء الوالدين لك ومن بركة ما انت تفعلين ان شاء الله بخير. اذا بالتالي انت بخير اليوم، فما عندنا اي مشكلة ان شاء الله. تمام. تمام. الله يسر امرك يا بنتي، بارك الله فيك. طيب حبايبي حنطلع لفاصل، قبل الفاصل اديكم الرقم 012-6161-100 فاصل ونرجع لكم. فضفضة
مع الدكتور هاني الغامدي. اهلا وسهلا بكم، معنا اتصال، تفضل انت على الهواء. الو، اهلا بك، اسمك ايش؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايش اسمك؟ اسمي اما ما اقدر ما اقول اسمي. اديني اي اسم من عندك. منى. منى. منى، عمري 30. 30، تفضل علي صوتك يا منى الله يحفظك. طيب أنا والله أنا يعني جدا يعني أشكرك وأتمنى لك رقم الأول، يعني مو من زمان، من زمان كنت في إم بي سي بانوراما وكنت في قناة الرسالة وكذا، وجد مواضيعك حلوة، من زمان كنت حابة أتواصل معك أو أشارك، وأنت جدا هتستفيد من كلامك وأنت إنسان. بس بعد يعني بعد دقيقة يا بنتي، بعد المايك عن فمك عشان الهواء بيخبط في المايك، تفضلي. كده اتفضلي. الله يتفضلك، فانا جدا معجبه فيك وشخصيتك. تسلمي يا بنتي، ضحك وموضوع جدا حلو. الله يبارك فيك، تسلمي. انا مشكلتي صراحه انا يعني عاني من نسوان قهري. من ايش؟ من مرض الوسواس القهري. مرض الوسواس القهري. ايوه تمام. وانا مأثر علي يعني من اول. اي شيء الوسواس جايك يا بنتي؟ يعني في التكرار، في الصلاة، في الوضوء، في أعد الأشياء، من أخرج من البيت يعني أقعد أتأكد الباب قفلته ولا لا، تمام. مثلا المحل السرير يعني كذا، هذه الأشياء أقعد أوسوس. معروف. وقبل كذا حاولت أنتحر يمكن 3 مرات، يمكن سنة راحت حاولت أنتحر، دخلت المستشفى وقبلها دخلت وكذا كذا، فيعني احس اني حياتي مغمضة كيف، وتخصصي الدكاتره ظل عندي اضطراب ثنائي القطب، مو ثنائي القطب، اضطراب الوجداني. اضطراب وجداني ثنائي القطب، طيب. لا اضطراب وجداني، فحياتي كلها ما ادري كيف يعني. طب انت رحتي يعني انت اخر مره بنتي رحتي للدكتور لطبيب نفسي متى؟ رحت يمكن السنة اللي راحت. طيب وما زلتي على دواء ولا وقفتي؟ أنا من الأدوية اللي كنت بنتحر فيها هي أخذتها، الأدوية النفسية حقتي، فماما تقول أثرت على المخ حقي وكده. ماما قالت أثرت على المخ؟ أيوة. ماما طبيبة؟ أي ماما طبيبة، بس أنا حاسة أثرت علي يعني. لا معليه بنتي لحظة، دحين أنت على دواء ولا لا؟ لا دحين حاليا بس على الأعشاب، يعني على عشبة كده شراب. أعشاب إيه الله يحفظك؟ ما أدري، من عند العطار. إيش له علاقة الأعشاب في الوضع اللي أنت بتتكلمي فيه؟ هو ناس ضلولة يعني. أنا حالتي ما عليه يا بنتي لحظة، حبة حبة علي. أنت كنت رحتي للدكتور لطبيب نفسي؟ تمام؟ أيوه رحت. ممتاز. وصف لك دواء صح؟ أيوه. حلو، مشيتي على الدواء ولا وقفتي؟ لا مشيت، قعدت فترة. كم الفترة هذه؟ سنين طويلة يعني، يمكن قعدت أوقف وأرجع أوقف وأرجع، يعني قبلها قعدت يمكن سنة وزيادة عليه، بعدين الحين وقفت لي كم شهر يمكن مدة سنة. طيب ولما وقفت الدواء هذا حالتك زي أول ولا أسوأ ولا أحسن؟ لا أحس حالتي ما أدري كذا، مرات تمام مرات مو تمام، مرات أقعد لحالي انعزالية في الغرفة طوائية، ما أحب أخرج، أبكي يعني كده، أحيانا تجيني حالات مع الزعل الكثير أقعد أضحك. طيب خليني أقول لك حاجة يا بنتي قبل ما تكمل، الله يحفظك، أنت تحتاجي أنك تروحي تراجعي طبيب نفسي الله يديك العافية. وضعك حسب ما أنت قلتي لابد تروحي تراجعي طبيب نفسي، هذه نصيحة ليك الله يحفظك. بس هم مصرفوني يعني حكومي، روحت بدون مواعيد بعيدة. مو مشكلة، أنت لو سويتي موعد اليوم وكان الموعد بعيد اسمه رمينا حجر، اسمه
على الأقل حجزنا حتى لو بعد شهر شهرين أقل أكثر، بس ما نقعد يا بنتي بالوضع اللي أنت قلتي بدون ما يكون عندنا معالجة مع طبيب نفسي في مكان رسمي واضح عشان نقدر نكمل حياتنا. ووضعك اللي أنت شرحتيه على فكرة في جزء منه بسيط، في جزء منه يحتاج إلى إعادة ترتيب، وفي جزء منه لابد أنه إحنا نكون في أقرب وقت عن طبيب نفسي. تمام؟ تمام. ومشكلة الثانية معلش طول. تفضلي. الله يجزاك فضلك. انه يعني حظي انا في الدنيا في موضوع الجواز، عارفه قسمه نصيب، موضوع الدراسه، موضوع الشغل. يعني حاسه ان في الجواز يعني تخطبت قبل كده وما صار نصيب بسبب التحاليل. من فضل الله كل شيء خير وبركه، وانا جدا بستفيد مواضيعك والافتتاح والمتصلين. يعني من اول بحاول اتصل بس كنت خايف ومستحية، قلت لازم أكسر ده الخوف. يعني من زمان أنا أسمعك من كنت في الإذاعات القديمة وبستفيد من المتصلات والمتصلين اللي بيقطعوا مشاكلهم. أقول يعني أنا بسمع عن غيبة هنا، أسمع مشكلة غيبة هنا عن مشكلتي. الحمد لله. بس أنا موضوع الجواز يعني أنا عشاني قاعدة في البيت ما أشتغل ولا أدرس، فبس موضوع الجواز هو اللي شاغل مخي. إيش هو مستواك العلمي؟ درست إيش؟ الثانوي بس. ليه ما كملتي طيب؟ يعني الظروف ما سمحت لي. ظروف ايش اللي ما سمحت لك؟ كل من اقدم يقولوا لي اقدم طيب الموقع. صحيح. وانا ما اهتميت اني اقدم. طيب ممكن يا بنتي تهتمي طالما انت بتسمعين وتسمعي كلامي؟ ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله هذه كده تسليكه ولا ان شاء الله من جد؟ لا مو تسليكه. طيب متى هتقدمي؟ بكرة الأحد. إيش رأيك تقدمي بكرة؟ بس عمري كبير يعني يمكن أنا ما أدري عمري كم، واحد 30 أو 30 يعني. لا عمرك كبير يا بنتي أنت لساك الله يحفظك. الناس بتدرس في عمر 40 و50 و60 وأكثر، اللي يبغى يدرس ويدور يقدر، ما في شيء اسمه عمري كبير. وإذا جامعة معينة ما قبلتك في جامعة تانية تقبلك، وفي عندنا جامعات أونلاين الآن معتمدة ومثبتة وكل شيء موجودة في البلد عندنا. فأنت دوري لو عندك الرغبة إنك أنت حقيقة تشغل نفسك بشيء جيد، وفي نفس الوقت إن يكون عندك عطاء لنفسك وتقدمي عشان كمان تشغلي مخك بما هو عليه الأمر الطيب. فإلى ما يجي الزواج إن شاء الله وربي يكتب لك الخير، لكن أهم شيء إنه إحنا لابد نراجع طبيب نشوف وضعنا احتياجنا للدواء كيف حيكون. وفي نفس الوقت إذا أنت بتقولي والله حكومي بياخد وقت طويل فنحجز من بكرة على أساس، ونقدر نقول إن شاء الله خلال شهر أقل أكثر ونقدر نوصل لنقطة إنه والله أنا أتوصف لدواء حسب حالتي. وإذا كان على الخاص أنت ما تقدر على الخاص؟ أي رحت إلا خاص. طيب. إنه يديني أدوية وماما تقول الأدوية ما تنفع لأن أكثر شيء فايدة. يا دي ماما اللي طلع لي في كل حتة. ماما هذه إيش موضوعها؟ ماما سمعت من الناس وماما بتشربك عشبة وماما بتقولك لا تأخذ دواء. طب وبعدين أنت إيش تبغي يا بنتي؟ قرارك أنت إيش؟ ما أدري. الدكتور قالت لي لو وقفت الدواء أنا مسؤوليتي، لو زادتني أي مضاعفات طبعا أكيد مع مسؤوليتي. وهذه صحيح صرتي مسؤولية ماما اللي هي قالت لك وقف الدواء وجابت لك عشبة بدالها وحبت طيب. طيب إيش دخل وسواس قهري يا بنتي في عشبة؟ لكن عموما أنت إدمية واعية واصلة لمرحلة عمرية تقدر تتخذي قرارك وعارفة مصلحتك فين، وبالتالي أنت لابد أنك تسعي نفسك بغض النظر ماما ايش قالت، زميلاتي ايش قالوا، النت ما ادري ايش قال. لا انا عارف دربي واروح اخذ الشيء اللي انا لمصلحتي بعقلي اللي يقدر يقرر الشيء اللي لمصلحتي انا. انا انصحك يا بنتي انك تكوني تراجع طبيب نفسي في اقرب وقت، وعلى اساسه موضوع انك تعتمدي على عشبه وغيره في امور نفسيه انا اول مره اسمع بها صراحه. لكن عموما الحته هذه خلينا نقول انها خير وبركه، ما عندنا مشكله طالما ما لها اي سايد افكت، ما لها اي امور، ولكن لابد انك تروحي لطبيب نفسي حسب حالتك اللي انت قلتيها، تحتاج الى طبيب نفسي ومعالجه دوائيه، والله اعلم فين الخير. تمام؟ تمام. الله يسلم عليك يا بنتي، شكرا لك. شكرا لك يا فاطمه، وانا اشكرك بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا جزيلا لك. عفوا. طيب عندنا اتصال، اهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسمك ايش؟ رحاب. اهلا بك يا رحاب، قد ايه عمرك؟ 23. أهلا بك يا بنتي، تفضلي. يا دكتور أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا شلون أقنع أهلي بصحباتي؟ ما أعرف والله يا بنتي، سؤالك عام، سؤالك كبير، ما أعرف
صاحباتك هدول ما أعرف كويسين سيئين، نظرة أهلك إيش، الوضع البيئي إيش، أنت صاحباتك هذه إيش تبغى تسوي معاهم، هل تبغى تكوني معاهم صاحبات فقط إنه والله يزوروك زيارة ويزوروهم زيارة، ولا تبغى تروحوا في أسواق، ولا تبغى تروحوا في مناسبات، أو أنا ما أعرف. فتبغى تقنعي تبغى تقنع أهلك بصاحباتك في إيش؟ يعني هم صاحبات كويسين بس أهلي يقولون لا لا تمشي لا تروحي كل شيء لا لا. لا هو جات على الصاحبات ولا كله لا؟ مو كله بس الصاحبات اللي مرة قريبة مني تقول لا لا تمشي. طيب إيش لا تمشين؟ حتى ما أروح يعني معاها ما تبغاني نروح. حبة حبة بنت إيش لا تمشين يعني لا تمشي في ممشى ولا لا تروحي معاها ولا إيش؟ في كل مكان مثلا في السوق في المقهى في أي مكان. طيب يعني أنت تبغى تروحي مقهى مع صاحبتك هذا هو قصدك؟ ايوه لا يعني ما تثقي صحبتي أيوة اللي معاي أيوة اقرب. معليش حبه حبه علي، هل انت الان الرفض اللي بيجي من اهلك انه والله انت طلبتي ابغى اروح مع صاحبتي كوفي صح، وماما قالت لا، ولا اخوانك قالوا لا، ولا ابوك قال لا، ولا كلهم قالوا لا؟ كلهم لا كلهم يعني لا. طيب الكوفي هذا يعني بابا يعني مره دائما يرفض. طيب الكوفي هذا اللي انت رايحته، الكوفي اللي رايحته جنب البيت محترم، ليه ما تاخذي امك معك مثلا؟ عندك بس احنا صحبات يعني. عندك اخوات؟ ايوه عندي واحدة اكبر مني. قديش عمرها؟ 25. طيب ليه ما تروحوا انتوا الاثنين مع بعض؟ بس هي مرات تروح مرات لا. خلاص اذا ننتظر الين ما اختنا الكبيرة هذه ترضى علينا ونروح انا واختي مع صاحباتي الى الكوفي اللي امي وابوي حيوافقوا عليه، صح ولا مو صح؟ لا يعني دكتور مو صح، يعني انا كبيرة وفاهمة وعارف كل شيء يعني. لا أنا لا لا ما تروحي إلا مع أختك. لا ما ينفع كذا يعني أنا مزاجي ما تروحي إلا مع أختك. طيب أنا قلت لا. آه لا لا أنا براحتك أقعدي في البيت. ما هو يا بنتي في شغلات لازم يكون فيها عندنا ذكاء. أنا أبغى أحقق هدف وهذا الهدف مضاف إليه شيء ما يعجبني أنا في تقييمي أنا. أقعد أتناحل معاك لبكرة. تبغى تروحي مع أختك عشان صاحباتك تروح الكوفي دقيقة يا بنتي ومن الساعة ستة للساعة سبعة شيء أفضل من لا شيء، مزبوط؟ إذا نكون عندنا ذكاء عشان نقدر نستحوذ على الأمور اللي احنا نبغاها بطريقتنا، لا ما حتيجي بطريقتنا. لو علي أنا أبغى مليون ريال ينزل لي دحين كده من السماء، لا ما حتنزل لي مليون ريال. دكتورة مش كأن أهلي كده ولا كده بمعالي فلانة ما أبغاك تروحين ولا تجي أقطع علاقتك معها. ليش؟ تقول أنا ما تعجبني. مين اللي ما تعجب مين؟ الأم؟ يعني بابا يبقى أنا تقول البنت هذه أنا ما أبغى حتى يعني ماما نفس الشيء. إيوه ليش؟ ما في شيء يعني ما في سبب يعني مقنع. أكيد في شيء. يعني تقول أنا ما عجبتني هذه البنت هذه. ليه هي أمك شافتها؟ إيوه هي كانت تجي عندنا. قصة قصة يعني معينة، لها طريقة معينة، لبس معين، كلام معين، ألفاظ معينة. صح يعني عندها شكراً. قصة إيوه. شكراً. وأنا عارف يا بنتي في الآخر ما هو الحكم بيكون حسب ما هم يعتقدونه ضمن الستاندر اللي موجود في رؤوسهم، حسب مفاهيم معينة، جزء فكري معين، جزء بيئي معين، وهكذا هي الأمور، فبيحكموا إنه هذا الشخص ما ينفع. أنا يا دكتور يعني إذا عندها قصة كده يعني ما تكون يعني تكون سيئة يعني ما شاء الله يعني مي سيئة البنت. طيب القصة يعني حقت القصة حق القصة حقتها زي الولد. إيوه زي الولد مرة منحت من الجوار مرة يعني بس عادي. بس شكلها قصة ولد صح؟ بس هي محترمة يا بنتي دكتور. أنا سؤالي هي قصتها زي الولد؟ إيوه. طيب بيني وبينك من غير ما حد يسمعنا، البنت اللي تقص قصة زي الولد عارفة المسمى اللي يقولوا عنها؟ عارفته ولا ما أنت عارفة؟ إيوه عارفة. خلاص إذن أنا ليش أحط نفسي في الشبهات؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين دقيقة أكمل لك. رقم اثنين أنا بالنسبة لي أنا ما أحكم على البنت فقط، أنا أحكم على البنت وبيئة البنت وتربية البنت وأهل البنت. هذا هو لسان حال أمك ولسان حال خواتك، هم ما يحكموا على البنت، البنت كويسة، بس السؤال كيف أمها خلتها تقص القصة الغريبة هذه مثلا، أو تلبس هذا اللبس الغير لائق مثلا، أو تتكلم بهذه الطريقة أو إلى آخره. إذن هم يحكموا من خلال ما يرونه بعيونهم، وبالنسبة لهم صديقتك هذه ليش جايبة الشبهة لنفسها؟ يا بنتي أنا فاهم، أنا عارف أنه المعنى تغير، المعنى حق القصة اللي إحنا بنقصدها اتغير معناها اليوم، ما هو زي قبل 10 أو 15 سنة. القصة اليوم هذه انتشرت، واللي تقص هذه القصة
لا تسمى مثل ما كانت تسمى قبل 15 أو 20 سنة. أنا أعرف إنه الوضع تغير، والقصة هذه حقت واحدة من الممثلات مظبوط؟ تعرف اسمها الممثلة ولا ما تعرفيها؟ صح ولا لا؟ ما إذن بس المشكلة دكتور يعني هذه صحبتي يعني من أيام الدراسة، هي صحبتي يعني قريبة لي مرة، تقول مرة واحدة خلاص اترك ما ينفع كذا يعني. لا مستحيل. خليني أقول لك حاجة يا بنت عشان تريحي بالك، حتكبري وحتلاقي صاحبات وحتستمر الحياة. اليوم إصرارك على هذا الأمر اللي أنت تبغيه يتحقق ما حيتحقق بالطريقة اللي أنت تبغي تصادمي فيها رأي أمك في أمر هي شايفته بعينها في حكمها على هذه البنت. هذه البنت كمان الله يهديها كان ما كان له داعي تقص القصة هذه اللي جيب الشبهة نفسها. أنا أعرف أنه البنت مستقيمة ما عندها انحراف ولا، إحنا فاهمين أنا وإنتي أنه ما عندها البنت ولا شيء، مظبوط ولا لا؟ وانت متاكد انه البنت هذه نظيفه ما عندها اي انحرافات سلوكيه او فكريه؟ المشكله معليش دكتور مقاطعني، بابا كان موافق عادي بس الله يهديها ماما يعني حبت راسها قالت هذه. طبعا اكيد لانه بابا اكيد ما شاف البنت، هو شاف البنت وهي قصه قصه بس هو شافها؟ لا يعني خلاص ما شافها، فهو يعتمد على المصدر اللي هو امك. شوفي حتقعد تتنحلي معايا لبكره الصبح. طيب ما حيقتنعوا ما حيقتنعوا. انا الامانه كمان بعترف، انا الامانه انا طلبت كمان نفذ قصتها. يا حليلك يا حليلك. وبعدين اذا انا الان كأم اقول لك بمشيك مع هذه البنت تاثرتي وصلتي مثلها، ونبدا نقول كلام ما له داعي، وفي الاخر اقول لك ابعدي عنها عشان ما عاد تسوي سواتها، مظبوط؟ وهذا اللي بيقولوا دكتور البنت اهلها كلهم يعني كويسين، يعني ماما تعرفهم العائله كلها، بس عشان القصة هذه يعني تكون واحد تكون سيئة، لا ما لها دخل. خليها تبتعد عن الشبهات يعني. هايدي دكتور بس أنا كمان طلبت نفس القصة للأمانة، ف هذه الممثلة اللي ودتنا دماغي يعني بهزيت اللي ما قلت، بس أنا فعلا مصرة كمان أبغى نفس قصتها عايد ما فيها شيء. طيب تبي تقص القصة هذه لإثبات وجودك ولا عناد ولا القصة حلوة؟ حلوه عادي ما فيها شيء. لا 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 خليني اقول لك كذابه، ترى ما القصه ما هي حلوه، انا اعرف القصه اللي تتكلم عنها والله ما هي حلوه، تفقدك اكثر من 60 70 80% من انوثتك، ليس لها محجبات يا دكتور يا بنتي في الاخر هي مش موضوع محجب ولا غير محجب، احنا لما نقعد بنات مع بعض ونظهر امام بعضنا البعض هذه القصه ما هي مناسبه، يعني فيها شبهه، فيها شبهه كبيره، فليش اجيب الكلام لنفسي؟ والسالف المجتمعي لسه ما تقولب انه هو ما عفوا ما خرج من القوالب انه والله هذه القصه عاديه ولا ما هي عاديه، لا هي لها معنى، وكمان فيها خط شرعي، ترى فيها خط شرعي يا بنتي. طيب دكتور يعني مثلا، طيب دخلي القصه شوي، يعني مثلا مع صحبات يعني مثلا ابغى ارجع في البيت ساعه يعني 11 كذا 11:30 هم يقولوا لا مثلا 9:30 خلاص، اما ما رجعت على البيت في هذا الوقت راح يحرموني من كل شيء. وش يحرموك من كل شيء؟ عندنا يعني عاد في اشياء يعني غلط يا دكتور، يعني انا كبيره كبيرتي يعني مو لازم يحطوا لي قوانين زي كذا يعني. اقول لك حاجه انت تعرفيني انا يعني انت تعرفيني يعني من متى؟ من فتره. كم الفتره؟ اسبوع شهر سنه؟ 8 شهور كذا. طيب يعني شفتي سناباتي، تابعتيني، عارفه مخي وعارفه دماغي. مرات تابع مرات لا. مرات ما عجبك في الكلام. عارف، مو انت لحالك، ولو كنت بنتي والله يا بنتي انك 9:30 تكوني في البيت، ويمكن 9 كمان مو 9:30. وبناتي كبروا وتزوجوا ولسه باقي منهم واحده، نفس الوضع. بس طيب انا يمكن عندي شيء شغله فصحبات يعني في شيء، بس اللي 9:30 طيب ليش يعني انا لسه بعد ما خلص. وش ما يا بنتي عارف؟ لا الحمد لله يا بنتي عارف، يعني بهذا الموضوع موضوع زي كذا يعني جدا يعني انا اكثر شيء في البيت يا بنتي لو تقعدي جنبي هنا تتكلمي معايا لبكره الصبح حقول لك نفس الكلام اللي العوائل المحترمه اللي يخافوا على بناتهم ويحسب طيب حساب الجزء التربوي، لابد انه يكون كذا، تفضلي. طيب اختي عكس يعني كل شيء عندها ايوه خلاص ما كل شيء يعني. ايوه
كل شيء ايوه تجي الساعه 11:30 و12 وعادي وصاحباتها اللي قاصين قصات ما ادري كيف وما ادري ايش يسووا في الجلسات حقه كله عادي لا يعني مو كله بس يعني انا اشوف يعني مثلا صاحباتي ليش ما تحرمني مثل ما حرمتني بس يعني هي كمان عندها صاحبات زي كذا بس ما ادري ليش طيب يعني لما تصير 25 سنه حيخلوك لا يا دكتور يعني انا كبير الحمد لله والله يا بنت عارف انك كبير ان شاء الله تكوني كبيره بعقلك لكن في الاخر نسدد ونقارب نمشي الامور عشان في شغلات كثير في حياتنا تحتاج الى مرونه انت الصدام المباشر هذا مع امك في بعض الامور اللي والله يا بنتي لا تسمن ولا تغني من جوع حتى انه انا صاحبتي وبقص قصتها وبكون معاها وارجع 11:30 بالليل وارجع كلها في الاخر ترى والله ما حتفيدك بشيء المشكله يا دكتور ان مثلا ابغى اروح مكان خلاص انا جهزت يعني خصوصا ان مشيت مع صاحبات هذه المشكله يعني اكثر شيء مره بالبيت قاعد معهم مثلا زي اليوم انا خلاص جهزت كل شيء ابغى اخرج منعوني يعني وانت كنت خارجه كده طرزانه ما كنت قالت لهم؟ لا هم عارفين ان انا يوم السبت خلاص اخرج اوه عارفين عارفين انه بنتنا عندها جدول يوم السبت عندها خرجه ما شاء الله يا بنتي معليش ما هو بالطريقه هذه والله العظيم اني صح يعني زعلتهم شوي وفي الاخر خرجتي ولا قعدتي في البيت؟ لا ما خرجت طبعا اكيد حتقعدي في البيت حتعانديني اكيد لا عاقبوني اني ما راح اخرج حتى الاسبوع الجاي يعني والله انا والله 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 ونعم طيب. ونعم من ربك ليش يا دكتور انا كذا اقول لك تكبر يا بنتي وحتفهمي انت لسه الان طيب المشكله يا دكتور انا اقنع صحباتي يعني احنا خلاص كذا متفقين يعني في المول يعني بس تفشلت يعني تفشلي براحتك ما انت عندك ما انت على قولتهم اخذه بكشتك وطالعه انتوا عارفين يعني انه كل سبت انا عندي طلعه في المول مع صاحباتي ايوه هم عارفين ان انا السبت طيب اي عارفين ليش مش معنى ان اليوم عشان طلبت منهم لقصه وكذا حتى بابا عصب يعني قال مالك خرج الاسبوع الجاي عقاب صحيح والله لو اعرف الجوال حق ابوك لا اتصل عليه اقول له كثره وخليها ثلاثة اسابيع ما هو اسبوع واحد ليش يا دكتور حرام لا مو حرام يا بنتي لانه اليوم لو كان في يدك طفل عمره 4 سنوات وانت تبي تقطع الشارع معه وهذا الطفل يبغى يفلت من يدك ويبغى يقطع الشارع تسحبيه وهو يبكي وينطنط في يدك ولا تتركيه لا ما اتركه يا سلام ليش دقيقه بنتي حبه حبه علي انا كبيره حبه حبه علي يا بنتي ليش لانه لسه ما يعرف مصلحته انت يا بنتي كلامك اللي بتقوليه والله يا بنتي لسه ما تعرفي مصلحتك اللي اهلك ونعم بيهم عارفين مصلحتك وعارفين بالضبط من محبتهم لك ليش بيمنعوك عن بعض الأمور يلي على فكرة أغلب العوائل الكريمة بتتصرف بنفس التصرف واحمدي ربك على أنه أهلك ما زالوا بيسمحوا لك تروحي مع صاحبات وتروحي مول وتروحي كوفي تحمد الله العافية صلي ركعتين الله يحفظك ركعتين شكر الأمور تيجي إن شاء الله بالخير ليتني ما اتصلت على هالدكتور لا يا دكتور طيب بس يعني فعلا يعني فكري في كلامي يا بنتي ووزن الامور وشوفي فين بس يعني المشكله المره تعبنا يعني سبحان الله اختي انا ما اغلى من اختي صح يعني بس عادي هي تبي يعني تروح عادي بس هي المشكله ان اليوم هي خلتها تروح انا العكس خلتني في البيت عشان لسانك الطويل عشان لا عشان لسانك الطويل عشان انت يعني يا بنتي افهمي عشان انت في الاخر بتاخذي الامور بانه من حقي مثل ما هناك كثير من البنات من حقهم ويفعلوا لا معلش أنا بيتي شيء وبنات الناس آخرين شيء آخر تمشي بنظامي بطريقتي بأسلوبي وللمعلومية الكلام اللي أنت قلتي ترى ما في لا ظلم عليك ولا في قهر ولا في أي أمور ممكن أقول والله أنه هذول بيسيئوا لك بالعكس بتاخذي راحتك وبتروحي وبتجي ولكن خليكي ذكية شوية الذاكي شوية دكتور معلش أنا قاطعة طيب هم ما يثقون فيني مثلا ما له علاقه بالثقه يا بنتي ما له يا دكتور يعني انا اشوف هذا الشيء ظلم يعني اذا ما خلوني والله شوفي طالما يعني انا اليوم حسيت لا تعفرت اسمعي لا تعفرتيني ترى انت الان قاعده بتشحني فيها زياده اسمعي تبغي ولا ما تبغي؟ ايش حتسوي؟ ايش حتسوي هذه الحياه اللي انت فيها الان معانا في هذا البيت تبغي ولا ما تبغي؟ الا خلاص لأن فكري فيها بذكاء أنا الآن مكان أبوك وأبوك يقول لك تبغي ولا ما تبغي إيش حتسوي؟ لا
هل هل انا ظالمك كأب ابدا؟ اي انسان ليش ما سوى عدل بين وبين اختي؟ خليها لمسيرة 25 صارت على حسبيني بعدين. لا يعني هي يمكن عشان الكبيره وكذا ولا هي عشان الكبيره فعلا انا حسيت يعني ظلم يعني خلت هي ظلم تروح. لا ظلم وقهر مره يا دكتور الا مره مره مسكينه والله اقول لك كفايه علي كده انا منك ها كفايه علي احنا على الهوا وما ينفع انت لو جيتيني في اتصال الله العالم ايش كان قلت لك تضحك يا مشاري ها يديك العافيه بنتي بس مقهوره مره انقهرت انقهري انقهري وخليكي في القهر اللي انت فيه ما عندي شيء اكثر من كذا اقول لك يا يديك العافيه دكتور مره شكرا العافيه بنتي اهلا بيك هذه هذه ولا فاصل نقعد ساعتين بعدها طيب عندنا اتصال اهلا بك انت على الهواء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسمك ايش الله يحفظك كيف حالك يا دكتور بارك الله فيك ايش الاسم الكريم اسمه برغد برغد؟ ايوه ابو رغد ما سمعتك ايش؟ ابو رغد ابو رغد حياك الله يا ابو رغد العمر كم الله يحفظك؟ العمر 33 حياك الله يا ابني اهلا بك تفضل انت في صوت عجيب في الجوال عندك لاني ماشي على الخط والله غدا يسمعك البرنامج وحبينا نشارك الله يحفظك ليش ما تجنب الله يحفظك؟ الله يسعدك على طول يجنب لاني ماشي على الخط والله طالع من جدة ومشيت على الراديو وسمعت البرامج حقك قلنا نشارك الله يبارك على فين متجه ما شاء الله طلع الطايف الله يبلغ السلام يا رب تفضل يا برغد الله يسعدك كيف حالك حافظك الله تفضل يا ابني والله ما غير عندي موضوع خفيف انا اسمع عندك المواضيع عجبتني والبرامج وانا عدنا اول مره اشارك معك تفضل الله يسعدك معي ام رغد الله يحفظها عصبية قوية عصبية ليش؟ في بعض الأحيان تتفاعل دريت؟ أقرب موضوع شوية يتفاعلها وأنا كثير سفر يعني عندما أسافر والله كنت حقول لك يا أبو رغد من كثر ما أنت من كثر ما أنت مخليك بعيد عنها فهي بتتعفرت لحالها وتزعل وتغضب تبغى حبيبها جنبها وأنت تمسك خط وتنساها وتوصل هناك في الطائف وتنساها ما تطمنها عليك صح ولا لا؟ والله ما أقول خلاص عرفت الضاع فين على قولتهم أوصل الطائف حبيبي بالسلامة أرسل لها رسالة يعني هي الآن ما بعدك ما قاطعك يا دكتور أنا عندما أبغى أروح أسافر ولا شيء ضروري مشاكل وسجل ليش بتروح ليش بتفعل وليش زي كذا أنت 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 بتسافر فين أنت إيش أنت بتسافر ليش أصلاً نوع عملك إيش لا أنا حرمتي ما في البلد دي برا برا فين؟ في البلاد انا من اليمن وانا هنا تمام وهي ايش يعني انت ما تكلمها كل يوم؟ لا اكلمها غير عندما اروح الاجازه وارجع وعندما قبل ما ارجع من الاجازه ضروري هذه المشاكل اقل شيء 10 ايام 15 يوم قبل السفر قبل السفر من اليمن على السعوديه؟ ايوه لانك حبيبها وحتفارقها يا اخي امر طبيعي يا ابو رغد لا ما هي مشاكل بسيطة والله مشاكل نعاني ونا يا دكتور وانا اشتي يعني لو تفتنا يعني ولا عندك خبرة شوية كذا يعني انا اقول لك الخبرة ايش انا اقول لك الخبرة اسمع ابو رغد كل يوم واجب عليك تطمنها مرة او مرتين لازم توقف معاها وتكلمها وتساندها بعد فترة من الزمن حتحس ان انت عايش معاها على الاقل بروحك بصوتك بكلامك بس مو تتصل عليها تتشاكل معاها وتتضارب معاها قبل الله يعين مرتك عليك اذا قاعد تقاطعني وانا اهرج خلينا اكمل كمل كمل خذ راحتك كمل يا شيخ رغد الله يديك العافيه طيب اسمع حبيبي مره او مرتين في اليوم دلع نفسك ودلعها حسسها انك انت عايش حولها بس مو تتصل عليها وانت تنكد عليها ايش سويتي وش عملتي وليه فعلتي وليه وكل ما تتصل علي تنكد علي لا اتصل عليها بكلمة طيبة بكلمة حلوة عشان انت كمان صدرك يرتاح وتسمع كلام جميل ولا ناوي تتزوج غيرها ولا ايش وضعك انت والله يا اخي يمكن اني شاك بالموضوع هذا والله انا اللي شاك فيك الله يسلمك يا ابو رغد
الله يسعدك. والله أنا قبل ما اتصل لك أنا اتصلت عليها غير خلاص أنا لقد دخلت أنا وقعدت يعني فترة حق نص شهر 15 يوم خلاص يروح الزعل هذاك بعد 15 يوم أبرغت. طيب خليه 15 ساعة الله يحفظك. الله يسعدك. آمين يا رب. بارك الله فيك. والله ما قصرت. توصل بالسلامة يا حبيبنا. برنامج عجبنا وأنا مستمع لك من أول ما بدأت البرنامج وأنا على الخط فاتح. بارك الله فيك. متشرفين بيك يا أبو رغد الله يحفظك. الله يسعدك إن شاء الله ملتقي مرة. توصل بالسلامة الله يحفظك. الله يسعدك. مالك. مع السلامة. في اتصال معنا. أهلا بك. أهلا بك. في اتصال معنا. أنت على الهواء. ألو. تفضل. أنت على الهواء معنا. تفضل. طيب نشوف غيره. أوكي. ألو. أهلا. ألو. أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تسمعني من لو توطي الراديو الله يحفظك. اسمعني من الجوال. أبشر أبشر أبشر. اسمك اسمك إيش الله يحفظك. دكتور اسمي محمد صيرم من جيزان. حياك الله. انا ما عندي موضوع. العمر كم محمد؟ العمر كم حبيبي؟ العمر 54. ما شاء الله ما شاء الله. قريب مني يعني. قريب منك. الله يديك الصحه والعافيه. الله يسلمك. والله انا ما عندي شيء دكتور بس ابو محمد الليله كلمك. تمام. هذا اللي ابوه كان تعبان وكذا و وقال لك واحد واحد اخذ رقمي. تمام. فالحمد لله رب العالمين هذا من فضل ربي. انت اللي اتصلت علينا قبل كم اسبوع. ايوه. حياك الله حياك الله. اهلا وسهلا. انا اللي اخذت رقمه وانا اللي دخلت ابوه المستشفى. الله يديك الصحه والعافيه. هذا شيء اجر لك ولي ان شاء الله وللجميع ان شاء الله وكل من يسمعنا عشان كمان يسنوا سنه ان هم يساعدوا بعضهم البعض. الله يحفظك ابو محمد. ايوه. ما أطول عليه دكتور بخصوص المرأة اللي اتصلت قبل رحاب وتقول عليه أنها ما دخل الجامعة ولا أنها في حالة نفسية. تمام. إذا تبغون إذا سنتعطي رقمها تبغى تدرس أنا مستعد أساعدها. الله يجزاك خير. وإذا هي سامعتك الآن وعندها الرغبة خليها تتواصل معنا وإن شاء الله خير. خلاص. إذا هي تبغى حاضر رجل عندكم وأنا حاضر بأي مساعدة. طيب أبو محمد خليك على الخط. الله يحفظك عشان الكنترول يتكلم معك. طيب. اديك العافية حبيبي. شكرا لك. طيب كم الساعة وصلنا؟ طيب خلوني أبدأ بالكلام اللي كنت حقوله بداية الحلقة. كنت اليوم حفتح معاكم موضوع انه اكبر كذبة يا حبايبي حتة انه انا اتغير عشانك. ما في شخص اسمه انا اتغير عشانك. في شخص اسمه انا اتغير لجل انه عقلي نضج وانه انا اقرر الشيء اللي يتماشى مع الموقف اللي انا بتشاركه معك. انما الكذبة هذه حق ابو انا اتغير عشانك. تغير عشانك كيف؟ أنا عندي مقوماتي سواء كانت صالحة أو طالحة. عندي مقوماتي سواء كانت طيبة أو فاسدة. هي مقوماتي أنا. مقومات الفكرية. هذه المقومات الفكرية لن يغيرها إلا قد يكون صوت خارجي أحيانا وأسمع ولن أتغير. وكلنا قاعدين نسمع. ندخل صلاة 5 مرات في اليوم. نسمع خطبة جمعة. نسمع توجيهات. إذا ما عندي الرغبة أنا لأن أنا أتغير وأن أنا أعتنق هذا الصوت أو هذه الفكرة. الصوت ربما يكون خارجي ربما يكون داخلي. أحيانا ضمير الإنسان يخليه يعيد الترتيب مرة ثانية. أحيانا أتحدث مع نفسي وأقول والله حقيقة الأمر ما كان يستحق أو الأمر يستحق أن أنا أفعل كذا. إذن بالتالي كثير من الأمور تحتاج أن أنا أتوقف أمامها عشان أعمل عقلي فيها. حبايبي كثير من الأمور إحنا نعتقد بأن هذه الأمور والله ماشية كده جزافا. لا يا حبايبي ما في شيء جزافا. والله إذا كان سين أداني أقوم أنا أديله وإذا كان أنا أديته مفروض أنه يديني. الله يعيننا على حالنا. هذا تفكير ساذج. ما تزعلوا مني. تفكير ساذج. هذا ليس التفكير الطبيعي من إحنا نتعامل في الحياة فيما بيننا وبين البشر. مين ما كانت من دوائر بتجمعنا بهم سواء كانت الدائرة الأولى أهلي أمي أبويا أخواني زوجتي أبنائي زوجي
أو حتى على مستوى أصدقائي زملاء العمل الناس اللي معايا في المجتمع في الشارع، لابد أن يكون عندي توازنات واضحة، أنه أنا لما أقدم شيء أقدم الوجه الله من قبل وبعد. أما حتة أني أنتظر، الله يعينك، أنتظر وهم ولن يصلك شيء. السراب اللي بتجري وراه طول الوقت عشان تبقى تسمع كلمة، ما هو كمان احنا عندنا في المقابل وشايفين الشواهد قدامنا. الواحد يفرح بكلمة ترند، ترند هذه اللي مدري من فين طلعت لي انا، انه انا والله ترند، ان شاء الله حتى قاعد بيقتل واحد برضو ترند. ما هو انت ممكن تطلع ترند بكرة تقتل واحد، تطلع ترند ترى. فالترند هذا اللي احنا قاعدين نسمعه، وانه للأسف بعنا كرامتنا وبعنا شرفنا وبعنا كثير من الأمور اللي والله لا يقبلها الله ولا رسوله ولا المؤمنون. بل للأسف حتى بعض الناصحين لما تسمع كلامه تقول هو ناصح ولا بيدور دور ولا هو طبيعي. وسبحان الله، يعني في موقف حاصل قبل فترة، أحد الناصحين أو الناصحات ما كان وضعه أو وضعها طبيعي حتى في تقديم النصح. النصح ما يجي بهذه الطريقة يا حبايبي، يجي من خلال خبرة وحكمة وعلم عميق عشان أقدر أطلع صوتي. انت تبغى عشان تبغى تتفرد لوحدك ما تبغى احد، يا عمي جو هيد، ما عندك مشكله، بس ترى في الاخر ما تقدر تعتمد على امر انت لا تمتلك المعلومه فيه او التخصص. فحته موضوع التغيير ده نعود له مره ثانيه، ما في حته انه والله انا حتغير عشانك. في شيء اسمه انا اقتنع بامر ما. ربما اليوم انت يا زوجتي غلط عليكي، اقول لك انا والله حتغير خلاص بصدق وإيمان، أنا جوا قلبي أبغى أتغير، ساعديني يا حبيبتي أنه إحنا نتغير عن أنه أنا الأمر هذا يتكرر مني، أو العكس. ولكن أبغى أتغير وقت ما نكفش، ترى هذا متغير، ده كذاب أو دي كذابة، مع شديد احترامي. ليش؟ لأنه وقت الكفشة وقت الموقف ما ينفع حتى أنه أنا حد خلاص أتوب ما عاد أعيدها ما أسويها. ويا كتر ما قالوا ناس أتوب وما أسوي وما أعيد وحتغير عشانك وحسوي وأعمل. أحيانا ذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين صحيح، لكن إذا عندي الرغبة أنه أنا حقيقة أبغى أتغير عشان هذا الحبيب أو هذه الحبيبة، أبغى أتغير عشان نفسي أنا، أبغى أفرز سلوك يتماشى مع هذه القيمة العظيمة من المشاعر اللي موجودة بيننا، وليس أنه أنا أقول والله أبغى أتغير ولما نشوف السيناريو الحاصل لا في احترام ولا تقدير. أنا هو تغيير تتكلم، تكذب علينا أنت وتكذب على نفسك ولا إيش وضعك؟ فبالتالي في أمور كثير يا أحبتي لازم نكون عارفين أنه في عندي يقين وعندي قلب يعتنق الفكرة، عشان المخ العقل عفوا القلب يعتنق الفكرة ويبقى المخ هو اللي ينفذها. طيب معنا اتصال. ألو. أهلا وسهلا، تفضل اسمك. تفضل اسمك إيش؟ اسمي أم أحمد. أهلا يا أم أحمد، عمرك قديش الله يحفظك؟ عمري 45 سنة. الله يحييك، تفضلي. الله يسلمك يا دكتور. الله يسلمك. والله أنا من أول أسمع وقلت الله جابك لي، لأنه أنا حاسة أنا ضايعة مع نفسي. يا دي اللي كل يوم تطلع لي واحدة تقول لي ضايعة، أنت إيش موضوعكم؟ بطلوا الكلمة هذه يا جماعة. والله الخير. لا يا دكتور أنا حديك حاجة. أنا ترى إحنا باقينا 4 دقائق بالضبط، فدين الهرجة على السريع. أنا حديك حاجة، قضاء الله وقدره. عندي أنا أبويا توفى، زوجي كان يصبرني وقتها على وفاة بابا. تمام. يعني كنا مبسوطين مع بعض. هذا عندي 3 أطفال. أمي خرجت من عدة بأسبوع وطالعة، إلا أنا دخلت في عدة، زوجي توفى بحادث رحمة الله عليه. الله يرحمه. هذا الكلام الكلام قبل قديش هذا يا محمد؟ قبل سنتين. تمام. بعدين عارف اللي جالسة فجأة 6 أيام زوجها راح منها دوامة، فجأة لقيت نفسي أم وأبو، فجأة أني أنا وحيدة ما عندي لا ونيس ولا صحبات ولا شيء، مسؤولية على رأس كبيرة. أنت تعمل أنت تعمل يا أم أحمد؟ لا. الدخل الدخل من فين بيجي؟ يعني زي الآن أنا بكلمك وأنا مسجلة في برنامج توصيل، يعني بوصل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يقول لنا هذا اللي موجود. أنا خريجة جامعة HR، عندي بزنس كمبيوتر من أمريكا، بس الفرصة أنها ما صارت لي وظيفة بسبب أنه أنا يعني ابنة مواطنة.
اوكي. طب ابنة مواطنة حسب النظام لها الحق انها تتوظف وتعامل مع عمت السعوديين اذا ما خبرني صح؟ القسم حقي اللي انا اخذته موارد بشرية ما اقدر اتوظف فيه لانه نزلت انظمة انه بس السعوديين اللي توظفوا فيه. طيب انا عشان بس ما اعرف النظام بالضبط يا محمد فعشان كده ما بدي الخبط، بس انت حسب النظام تقدري انت تتوظفي في اي وظيفة ولا يمنع؟ لا يعني ما يوظف الا الاولويه للسعوديه. اي بس بس حسب النظام في حال انه في مجال اني انا اتوظف ايوه بس ممكن اتخصص. المشكله اللي انا حابه اتكلم معاك فيها انه الوحده قتلتني، احس انه انا الامي الحالي وجع الحالي مسؤوليه الحالي فوق راسي. كم عندك من ابناء الله يحفظهم؟ 3 6 سنين و8 سنين وواحد 16 سنة، هذا 16 سنة هو اللي دفن أبوه. يعني معنا مع أولادي حزنهم نفسيتهم خوفهم الآن إنه أنا يفقدوني اللي صار. معلش ما سمعت، الخوف من إيش؟ إنهم يفقدوني صاروا زي أبوهم. أبوه عمره 38 سنة وصار على الحادث رحمة الله. أصغر واحد من أولادي عمره 4 سنين، اللي كان تحن 6 سنين كان يعني 4 سنين كان مع أبوه في الحادث. اللي صار إنه هذا اللي كان معاه في الحادث تحن يعني يخاف علي كتير ويخاف يخرج لحاله، واللي هذا الحمد لله بحاول أتجاوز دي. طب أنا فين في ده كله؟ يعني أنا أبغى نفسي يعني فجأة ونيت حياتي لقيته راح فجأة، لا أعرف أحبات ولا شيء. تزوجت بشخص الصراحة أبسط يعني من حقي. يمكن في ناس في المجتمع إنه يقولوا أنت كيف تطلب الشيء ده. أنا تزوجت مسيار لأسباب خاصة، أنا ما أبغى أظلم الآدمي لأن أنا عندي أولويات، عندي أولادي. وما زال معاكي؟ للأسف 5 أشهر الآدمي طلقني بسبب طيب. انه ام احمد ابسط شيء من حقي يا دكتور. ام احمد ابسط شيء الطلاق طلقني بسببه انه طلب انك تتصل تسال عني. طيب وتسلي رسائل. طيب ام احمد خليني اقول لك حاجه الله يحفظك. للاسف انه موعد برنامجنا انتهى. عندك الحسابات حقتي على السوشيال ميديا لكي ولاي شخص يحب يتواصل معي، تعرفيها؟ لا يا دكتور. طيب. أنا أول مرة أشارك أصلا في إذاعة يعني وحسيت كلامك مريح لي. الله يبارك فيك. طيب في عندي على تويتر حساب، أكتبي دكتور هاني الغامدي على تويتر، في حساب حقي موجود على السناب نفس الشيء تمام. وبالتالي تقدري أنت أو أي من الأخوان أو الأخوات اللي يحتاجوا يتواصلوا معايا ممكن عن طريق حساباتي على السوشيال ميديا معروفة، ولكن تأكدوا أول شيء لأنه حقيقة ما أعرف، ربما يكون في أشخاص آخرين يعني لهم حسابات بأسماء مشابهة، فبالتالي تواصلوا معايا أنت أو غيرك ولعله خير، لأنه والله انتهى وقت برنامجنا حتى ما حيكون عندي فرصة أني أرد عليك. مشكلة حاضر. الله يسر أمرك إن شاء الله. العفو يا أختي أهلا بك. طيب يا حبايبي انتهى برنامجنا اليوم. مشاكل الناس ما تغلق، وكلنا عندنا أشياء بتوجع صدورنا، دائما نقول الحمد لله الذي عافانا، ودائما نعيش بذكاء. السلام عليكم ورحمة الله.